بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نبدأ في عرض عن الويكلت. الويكلت هي منصة تفاعلية كثير جذابة وكثير رائعة. طبعا أول شيء بعرفكم عن نفسي، يمكن في ناس كانوا معنا في اللقاء الأول. أنا المعلمة شوقية فايق حواوري من فلسطين، من مدرسة بنات الفندقومية الثانوية. أحمل الماجستير في أساليب تدريس اللغة الإنجليزية، وحائزة على جائزة المدرسة الدولية، ومشاركة بإلهام فلسطين، وفزت في جائزة الرئيس للإبداع والتميز المركز الثاني قبل أسبوع، وسفيرة وعضو وقائد لمجتمع ويكلت، وسفيرة لعدة منصات أخرى، وحاصل على أفضل معلم من 100 معلم من المعلمين المتميزين من جرين ثينكرز، ومدربة وخبيرة في مايكروسوفت العالمية، وعضو في جمعية المترجمين العرب وفي فريق مايكروسوفت الفلسطيني، والعديد بفضل الله من الإنجازات كالمشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية، وأيضا سفيرة ممثلة لفلسطين في المشروع الأخضر العالمي للمحافظة على البيئة، وحصولي على وسام المعلم المبدع من مصر، وعضو في أكاديمية التدريب العالمي، وقاضية الآن لتحكيم جائزة عالمية وهي جائزة المرأة العالمية المبدعة ل 2020 2021. الآن ما هي هذه المنصة؟ هناك عدة محاور سوف نتطرق إليها في هذا اللقاء بإذن الله. أولاً التعرف على منصة ويكلت، ثم كيف أنشئ حساب في منصة ويكلت كمستخدم جديد، ثم ما هي إعدادات الملف الشخصي في ويكلت، ثم كيف أستخدم منصة ويكلت في التعليم، وكيف أصبح عضواً فيها، ومن ثم إن سنح لنا الوقت كيف أصبح قائدة وسفيرة لهذه المنصة. فإذا هذه هي المحاور الرئيسية التي سوف نتحدث عنها. لكن قبل ذلك، هل فقط استخدام منصة ويكلت في التعليم؟ لا، إنما هي منصة عالمية وتفاعلية معروفة صحيح في التعليم، لكن هي ليست حكرا على المعلمين والطلبة، بل يمكن لرجال الأعمال والباحثين والمترجمين وحتى ربات البيوت أن يستخدموا هذه المنصة العالمية. لكن كيف يمكننا استخدام منصة ويكلت خارج الغرفة الصفية؟ إحنا الآن راح نتطرق في التدريب العملي في داخل الغرفة الصفية، لكن كيف يمكننا استخدامها في خارج الغرفة الصفية؟ ممكن أن نستخدمها في الرحلات. كيف؟ مثلا نأخذ صور كثيرة، معتادين نحن أن نأخذ الصور في الرحلات. ممكن أنا أعمل كوليكشنز، مجموعات لهذه الصور، خواطري حول هذه الرحلة، ماذا فعلت إلى آخره. أيضا يمكن استخدامها لتعلم مهارات جديدة، ممكن أن أتعلم لغة جديدة أو مهارة جديدة في الحياكة أو تنسيق الزهور أو ما إلى ذلك. أيضا يمكن توظيفها في سرد القصص والإبداع، فهي أيضا تفجر الطاقة الإبداعية كمهارة من مهارات القرن الواحد والعشرين. هناك عدة خطوات يجب أن أبدأ بها. أولاً يجب علي كأي تطبيق لأول مرة أن أسجل الدخول. هناك كلمة sign up وراح نشوفها إن شاء الله في التطبيق العملي. then start يبدأ، إذا أول شيء تسجيل دخول، بعدين ابدأ، بعدين نحفظ أشياء عديدة، وسنرى ما هي الأشياء التي يمكن لي أن أحفظها داخل هذه المنصة، ثم مشاركتها. فإذا لم أشاركها لا منفعة منها. إذا هذه أهم النقاط. إذا هي عملية تجميع وترتيب وتنسيق بالاحتفاظ بالمصادر بغض النظر سواء كنت باحثا أم تربويا أم طالبا، هذا شيء أساسي في مهارات القرن الواحد والعشرين. فهي مجانية أيضا، تساعدك على كل هذه الأمور، وهي تسمح بتنسيق وتنظيم المحتوى بمظهر جميل جدا. إحنا كمعلمين لغات أو معلمة علوم أو رياضيات أو مديرة أو مشرف أو ما إلى أو طالب، لنا ملفات عديدة على اللابتوب عندي أو على الكمبيوتر عندك، ملف مثلا للمادة السمعية، ملف لأوراق العمل، ملف مثلا لإنجازاتي، شهاداتي، ملف آخر لكذا كذا كذا. فعندي كثير ملفات، ومرات بنتخربش بحالنا صدقا، لكن هون في الويكلت راح تشوفوا قديش راح يكون منظم عملنا. فأنا بعمل مثلا مجموعة على أوراق العمل، مثلا مجموعة على الوحدة السادسة لنفرض،
الوحدة السادسة للتوجيه، لنفرض بحط فيها مثلا للكلمات، للقواعد، مادة إثرائية، يوتيوبات، PDF، أوراق عمل، اختبارات، صور مثلا ممكن ألتقطها أثناء تنفيذ بعض الأنشطة إلى آخره. فهذا بيكون منظم بشكل جميل، فهي أشبه بالمدونة الشخصية، أو أنا يعني دائما بسميها بورتفوليو، يعني ملف إنجاز. كيف ملف الإنجاز اللي بيطلبوه من المدراء والمشرفين بيكون ورقي، لكن هذا إلكتروني ومنظم جدا ويحفظ إلى مدى بعيد. فما هي الأشياء التي يمكن أن أحفظها؟ كما قلت ممكن مقطع فيديو يثري المادة، لنفرض أنا عندي عن الجهاز الهضمي، ممكن أضيف مقطع فيديو عنه، عن السيمبل بريزنت بضيف عنه، مقالات كمان مين كتب عن هذا الموضوع، صور عادية، صور تثري هذا الملف، تغريدات على تويتر، روابط ممكن أضيفها في داخل المجموعة نفسها، بحيث إني أنا ما أعطيها للطالب يلقى كل شيء فيه، أو لما أعطيها لزميلتي المعلمة أو المدير يبعثها للمعلمين اللي عنده أو المشرف وإلى آخره. كمان حتى إضافة نص كامل من مقالات وقصص أخرى، فهي منظمة جدا جدا. الآن كيف أعمل هذا الحساب؟ عندنا زي ما أنتم شايفين في الشاشة عندنا عدة متصفحات، أي متصفح بدك بتفوت على الفايرفوكس، على الجوجل، على الكان، whatever، أي متصفح بدك تفوت، فقط اكتب هاي الكلمة وكلت. الآن تقدروا تبدوا معاي من الآن، وبنرد نعيده في التطبيق العملي مشان يكون واضح جدا. بس اكتب في أي محرك بحث هيك وكلت WAKELET، مباشرة راح تظهر عندك هاي الخانة، أول خانة راح نختارها، أو باخذ هذا الرابط وبضعه برضو في أي محرك هذا نفسه، بس أنا بقول هاي أسهل. خلاص اكتب وكلت وادخل مباشرة من الجهاز اللي عندك، راح تظهر لك هاي الصورة مباشرة. أول إشي وكلت in one place، save، هي يحفظ، ينظم، organize، share، يشارك، يشارك المحتوى من خلال هذا الويب. طبعا في عندنا 3 طرق، إذا شايفين في sign up، في log in، وفي enter code. طبعا في التطبيق العملي راح يكون أوضح، لكن أنا حابة أورجيكم إياه أول إشي نظري ثم عملي مشان نأخذ فكرة مبسطة. ساين اب، اذا انت جديد ومعظمكم بتوقع جديدين على هذا الموضوع، راح تضغطوا هون وراح ان شاء الله نتدرب مع بعض كيف بدي انشئ حساب جديد على الويكليت مشان اعمل كوليكشنز الي خاصه فيي. لوج ان، اذا انا مثلا انا لانه عندي يعني حساب على الويكليت، راح اضغط على لوج ان وبفوت بحساب معين. هس بنشوف كيف بدي افوت. او انتر كود، هس واحد بيقول طيب انا ضروري مثلا انا معلمه بدي اخلي طالباتي يتشارك معي في مجموعه، ضروري يكون عندهم حساب؟ لا مش ضروري، ممكن اعطيهم كود ما بفوتوا لا على لوج ان ولا ساين اب، بيجوا بس بيضغطوا على انتر كود مباشره، بيحطوا الكود اللي هو عباره عن ارقام، يمكن 5 ارقام، 6 ارقام، 7 ارقام، بدخلوه وبفوتوا على مجموعتي، وراح نطبق عملي انا وطالباتي ان شاء الله مشان تشوفوا كيف ممكن تتفاعلوا انتوا والطلاب على هاي المجموعه. اذا ساين اب للجداد اللي مالوش بالمره حساب، لوج ان للي له حساب، وانتر كود للي مالوش بالمره بدوش اصلا يعمل. طيب الآن إذا هاي طرق التسجيل لإنشاء حساب على منصة ويكلت، هناك عدة طرق، إما عن طريق حسابك على مايكروسوفت، ويمكن ناس برضو جداد على مايكروسوفت وناس معانا بيعرفوا شو يعني حساب مايكروسوفت، إحنا منضمين لمجتمع مايكروسوفت اللي صرنا فيه عن طريق خبراء لمايكروسوفت العالمية، ما عندكش مش ضروري، حسابك عن حساب الفيسبوك ممكن، واحد يقول طيب أنا أسهل لي مشان ما أنساش وإلي حسابات كثيرة، ممكن تضغط على حساب الفيسبوك وتدخل عادي، أو إيميل العادي، أو عن طريق حساب جوجل. فأنا عندي عدة خيارات إني أدخل وأعمل حساب إلي. الآن أول إشي إذا إنشاء حساب جديد، هاي الطرق اللي عديناها الآن قبل شوية، إما عن طريق حسابي على جوجل، وأتوقع كلنا إن حسابات على جوجل، أو هذا اللي حكيت قبل شوي عن طريق مايكروسوفت اللي هو مجتمع مايكروسوفت واللي بتصير فيه معلم مبدع، معلم شامل،
ومعلم خبير وتقديمه بشهر 5 لنص 7 مشان تصير خبير مايكروسوفت بعد عدة إجراءات، أو عن طريق الفيسبوك، أو راح ندخل حساب إيميل جديد، حساب جديد مشان أعمل حساب إليه على الوكلت اللي هو بإدخال الإيميل والباسورد. طيب الآن إذا ساين أب هاي للجداد زي ما حكينا راح يظهر عندي حساب المستخدم زي ما أنا سجلته، شوقية حواوري، خلاص بيظهر عندي بهذا الاسم وبيجيني ترحيب مباشرة حسب الاسم اللي دخلته. إذا اسمي شوقية حواوري بيقول لي هي شوقية حواوري، كأنه بيقول لي مرحبا وبعدين get started. راح نشوفه، بديش أطول عليه كثير لأني بدي أطبق عملي. هذا اسمه اليوزر نيم، وبيعطيني إنه available يعني متوفر أو لا، بحيث اني بقدر كمان اعدل فيه اذا بدي ما عجبنيش الاسم اللي ظهر لي من الويكلت نفسها. الويكلت هي منصة عالمية تفاعلية ومقرها في بريطانيا، والمسؤولين في ناس اصلهم اصلا عرب، هم بس معاهم جنسية بريطانية. الان كمان تظهر عندي نافذة لما اسجل جديد بكل اختاري من هدول الصور اللي انت بتستمتعي فيهن. طبعا عدة صور، ممكن مثلا ملابس، لابس، ممكن سيارات، ممكن رياضة، ممكن الأساتذة ممكن يختاروا صورة رياضة وصورة سيارة. أنا كمعلمة اخترت صورة مدرسة مثلا وصورة أشياء ثانية، مثلا بجوز ملابس، بجوز طعام. بعدين بيرد يجيني هون صور هاي بس أول مرة، لأول مرة بتيجي إذا أنت مستخدم جديد. How would you best describe what you do؟ شو أكثر إشي بوصف عملك؟ هل أنت بالتعليم ولا رجل رياضي؟ زي ما حكيت قبل شوي انه مش بس للتعليم، ممكن واحد رياضي بده يحط مبارياته وصوره وانجازاته الى اخره، ممكن public sector اللي هو القسم العام، ممكن travel عن السفر، ممكن انت كطالب، في معانا طلاب ممكن يعملوا يختاروا الطالب مش راح يختاروا education، media اللي هي وسائل الاعلام، charity اذا انت بتشتغل، ممكن واحد بيشتغل باعمال تطوعيه مثلا، او journalism اللي هي في الصحة. بعدين لاحظوا next كله، بعدين تعمل ضن إذا خلصت. هذا بالنسبة لجديد. الآن إذا أنا إلي حساب رح أضغط على log in يعني اللي هي تسجيل الحساب اللي إلي. هون بحط النيم، هون الإيميل، اسمك هنا محمد، أحمد، ألاء، بيسان، فاطمة، نوال، عنان، etc. هون إيميلك الرسمي اللي أنت متعارف عليه اللي حابب دائما تستخدمه وتفوت فيه على ويكلت، وهنا الباسورد، وبعدين هذا المربع ما تتركه فارغ، لازم تضغط عليه مشان يظهر صح، مشان هاي لأنها هسه خضرة فاتحة إذا شايفينها هسه في التطبيق العملي راح تصير غامقة. وبعدين ببدأ أعمل create your account يعني اعمل الملف. إذا بدخل اسمي، إيميلي، الباسورد، بضغط هون مباشرة راح تخضر بزيادة تصير غامقة مباشرة، بضغط عليها بنقلني لإشي ثاني. أوكي إذا هاد استخدام. طيب الآن واحد بيحكي طيب كيف ممكن إني أخلي الناس كلها تشوفه؟ في عندي 3 خيارات، في private، في unlisted، في public. شو يعني private؟ حتى لو أنا جيت عملت مجموعة مثلا عن الجهاز الهضمي أو اسم الفاعل أو مثلا أحكام الميم الساكنة إلى آخره، ممكن أبعث هذا الرابط والله لست مليكة لأنها مدرس الدين، باجي بتقول لي ست مليكة والله ست شوقية ما فتح معي، بحكي لها مستحيل، ليش بتحكي لي مبلا جربي، بحكي لها صح انا عاملته برايفت فمستحيل حدا يفوته. طيب واحدة بتحكي طب ليش برايفت؟ هذا بحكي ممكن يفيدك انت كمعلم او كطالب او كرب بيت او كاي واحد، ممكن اذا مثلا بدك تحتفظ باشياء سريه، مثلا انا مبادره بعمل فيها ما بدي حدا يشوفها حاليا، بديش حدا يسرق افكاري، بديش حدا ياخذها ويعمل كوبي بيست الى اخره، او صور شخصيه كثير نصور في الرحلات في المدرسة هون وهون، ممكن أعملها برايفت فبحيث ما حدا لو أعطيت الرابط بالخطأ لأي حدا مستحيل يشوف. هذا برايفت. unlisted شو هاي unlisted؟ أنا بعد شوي لما نقدم لعضو في ويكلت أو قائد في ويكلت أو سفير في ويكلت، مستحيل لو أعطي لو حدا يلقى الرابط يفوت عليه إلا إذا أنا معطيته إياه. فهون unlisted يعني غير مدرج، فقط للي معاهم هذا الرابط. لكن public
شو بابليك عام، بحيث أي حدا بلاقي هالرابط بيقدر يفوت عليه. فأنا معنية في الكوليكشنز أو المجموعات اللي أنا بعملها لطلابي أو لزميلاتي أو لمشرفتي أو لأي حدا، إني أخليها بابليك مباشرة، بيقدر أي حدا. الآن بعد شوي راح أعطيكم رابط لأي مجموعة مثلا، تقدروا تفوتوا عليها وتتفرجوا وتشوفوا وتعلقوا. هنا نوتيفاي راح نشوف اللي هي يعني زي إعلام، زي إعلام للناس. مانج كونتريبيوترز اللي هنا إدارة المشاركين، هون تشينج فيزيبيليتي اللي هي هاي كلنا، هون ديليت أكشنز اللي هي جبناها من هذا السهم اللي هون زي ما راح نشوف في التطبيق العملي. شو ديليت كوليكشنز؟ يعني مثلا أنا بعد شوي راح ندربكم على مجموعة، مرات بحط أشياء مش ضرورية بس مجرد للتدريب، فما بدي إياها هاي الكوليكشنز. بعد ما خلص التدريب باجي بضغط عليها وبحذفها، هاي للحذف إذا ما بدي إياها. طيب هنا في عندي راح تظهر، في عندي خانة هنا شوكيس هوم، هوم اللي هي يعني الصفحة الرئيسية. هنا الصورة مش ظاهرة بتكون عندكم، أنا بحط صورة، صورتي الشخصية أو صورة شهادي إلي زي ليدر. هنا هاي إشارة إنه قائد وكلت، هنا عضو في وكلت، هنا هاي سفيرة وكلت مثلا. فممكن أحط الصورة اللي أنا بتعبر عني. هون نوتيفيكيشنز اللي هن زي إشعارات الفيسبوك، يعني مين علق، مين شاف، مين ضاف على مجموعتي إذا هي مجموعة تعاونية. النقاط هدول الثلاث إذا ضغطت عليهم رح يظهر عندي قائمة في منها إشي لوج أوت. شو يعني لوج أوت؟ يعني خروج، يعني أنا خلاص بدي أخرج من المجموعة وبعدين برجع بكمل إن شاء الله بعد شهر بعد، مش مشكلة، بظل كل شيء عندي محفوظ. وهنا أكيد في عندي view public profile اللي بدي أشوف البروفايل، يعني الصفحة الشخصية إلي العامة. هنا settings إعدادات زي ما راح نشوف. هنا switch accounts إذا بدي أغير مثلا جزء، أعمل أكثر من حساب على الوكلت، وهذا لا أنصح به لأني أنا معنية يكون عندي بس حساب واحد مشان أشتغل عليه بجد. طيب الآن ننتقل إلى شيء ثاني. الآن واحد بيحكي طيب ممكن أنا عملت البروفايل تبعي، حطيت صورة هون شخصية وهون صورة عادية، هل ممكن أغير؟ ممكن، بس أضغط على كلمة edit profile باجي بغير الصورة الخلفية اللي هون وبغير الصورة. ولاحظوا لما أضغط على الصورة بيجيني خيارين زي ما راح تشوفوا برضو بالتطبيق العملي، إما upload an image من وين، من الكمبيوتر عندي بكون محضرة صور معينة يعني برجع لها على كمبيوتري على السي او الدي او سطح المكتب whatever، او choose from library من المكتبة الخاصة في الوكلت، وراح نشوف ان شاء الله كيف. هاي بالنسبة لصورة الخلفية اذا بدي اغيرها وللصورة العادية. كمان اذا ملاحظين هنا في اسم المستخدم، انا زي ما سجلت طلع عندي شوقية حواوري at شوقية حواوري، فهذا هو حسابي الشخصي، بحيث مثلا اذا بدي اقدم انا اليوم لعضوية وكلت باجي بعمل كوبي بيست لهاد مع هاد، هو اللي هو حسابي الشخصي. وممكن شايفين القلم ممكن أعدل فيه وممكن أضيف بيو، بيو يعني نبذة تعريفية عني، بحيث إنه أي حدا الآن بعطيه حسابي على الوكلت بيقدر يفوت والله يقرأ بعض الأسطر عن شوقية حواوري أو شوقية سلامة كما هو كان متعارفا عليه، الآن الاسم الرسمي شوقية حواوري، فممكن يعرف مين هي هاي شوقية حواوري، هل هي معلمة، هل هي مدير، مشرفة، معها ماجستير، دكتوراه، whatever، شو الإنجازات الهامة، أهم الإنجازات، كلها هاي بحطها في البيوغرافي مشان تدل علي. إذن هون edit profile مشان أغير الصورة الخلفية، الصورة العادية، أضيف معلومات عني، ممكن أغير الاسم الشخصي. طيب هاي شايفين، هاي حسب الأسهم. ممكن كمان هنا your links، كمان ممكن أضيف هون add links to websites and your social profiles here، ممكن أضيف حسابي على الفيسبوك، حسابي على سكايب، حسابي على تويتر، حسابي على كذا، حسابي مثلا إذا إلي مجموعة لنادي اللغة الإنجليزية، مثلا أنا إلي مجموعة عاملة برضو هنا الرابط تبعها برضو هنا مشان أدل على شخصيتي، على أنشطتي، على إنجازاتي. فهنا ممكن أضيف أشياء معينة عن حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي.
الآن هاي اللي هي الصفحة الشخصية راح تظهر بهذا الشكل حسب ما أنا اخترتها. هاي صورتي مثلا، هذا حسابي هون، هاي اللي حكينا عنها public و unlisted و private، وبعد ما أخلص بعمل save، إذا بديش بعمل cancel. أوكي، البابليك حكينا عنها إنه عامة. الآن راح يظهر عندكم أنتو بعد شوي لما تعملوا مجموعات هون زيرو زيرو، يعني صفر، لا حدا تابعك ولا أنت تابع حدا. ليه؟ لأنك جديد لسه، فما راح يظهر هاي الأرقام. طبعا هاي الأرقام في البدايات، الآن أكثر عندي ناس متابعين وأنا متابعتهم. كوليكشنز اللي هي برضو هون راح يظهر كله عندكم أصفار. ليه؟ لأنكم جداد. كوليكشنز يعني عدد المجموعات. البوك ماركس اللي هن عبارة عن الفيديوهات والصور والاختبارات، البي دي افس اللي من جوجل درايف الى اخره، اللي هن انت ضفتهم في داخل كل المجموعات. جروب كوليكشنز اللي هي مجموعات حدا شاركك معاه، يعني مثلا انا مشاركه مع زميلاتي، راح يظهر في الجروب كوليكشن كم عددها. اوكي، ناو كيف ممكن؟ هون رح يبدأ الشغل، هون رح يبدأ عندي الزائد، رح يبدأ الشغل بالضبط كيف بدي أبدأ أعمل مجموعة. أنا معلمة لغة إنجليزية، اليوم مقررة بدي أعمل مثلاً عن الوحدة رقم 5 لتاسع أو لعاشر أو لحداش، فبضغط على الزائد. شو رح يظهر؟ قبل ما يظهر، قبل ما أضغط، خلينا نعمل برضو هون على البروفايل اللي هي الصورة الشخصية. راح أغير هون Add Cover Image، هون راح أكتب العنوان للكوليكشن يونت 1 يونت 2 أو الوحدة السادسة الوحدة السابعة اللي بدك إياه. هون بدك توصف هاي الوحدة، مثلا تحكي وحدة، الوحدة الأولى من الفصل الأول، أو وحدة عن الجهاز الهضمي، أو درس عن كذا. هون بتوصف وصف بسيط، بدك إيش اتركه عادي، بس المهم العنوان هون مشان سهولة الرجوع إليها. إذا هون نختار الخلفية لصورة المجموعة، يعني كل مجموعة إلها إشي معين، كل مجموعة إلها صورة تعبر عنها. إذا عن الطعام الصحي بختار صورة تعبر عن الطعام الصحي، إذا عن إنجازاتي صورة لشهادة مثلا من شهاداتي، إذا عن أنشطتي مع طالباتي كذلك، إذا مدير مثلا عن ملفات تقارير الغياب للمعلمين كذا، مشرف كذلك، معلم رياضة إلى آخره. فبتختار الصورة اللي بدك إياها. هنا كمان إعدادات ثانية للملف الشخصي رح نحكي عنها بالضبط. الآن ما هي الأشياء اللي يمكن أن أدرجها في المجموعة؟ كما قلت، إما رابط إلكتروني، بجيب رابط صور أو مادة إثرائية أو رابط فيديو، بعمل كوبي من برا الويكلت وباجي بعمل بيست، راح تشوفوا وين، او نص، اما بكتب كتابه او نسخ ولصق، مثلا ورقه عمل اجيبي عن الاسئله الاتيه، مثلا بحط لهم جملتين ثلاثه وبطلب منهم يجاوبوهن ويرجعوا لي يعني مجاوبات، او فيديو، فيديو ما بخرج من جوا المجموعه، لا بكتب مثلا انا عن بريزنت سيمبل لنفرض، بس اكتب مباشره بيظهر لي داخل المجموعه، ما بطلع من مجموعه الويكلت. اذا اول شيء رابط بطلع من المجموعة بخليها مفتوحة، بس بروح على بفتح نافذة جديدة وبجيب رابط وبنسخه وبلصقه، ثم نص، إما بكتب كتابة أو بعمل برضو نسخ ولصق، أو فيديو من داخل هاي المجموعة، أو مقالات حدا كاتب عن هاي الشغل الموضوع نفسه برضو بعمل له كوبي بيست، ممكن ملفات بي دي اف ممكن، أو ملفات عادية، تغريدات من تويتر، والمفروض هنا نربط تويتر مع الويكلت، لأنه كثير المسؤولين تبعين منصة ويكلت بتابعوا تويتر أكثر شيء، عشان اللي ناوي يقدم يكون عضو أو قائد أو سفير. كمان صور إما من لابتوبي أو من المكتبة نفسها اللي عندي في داخل الويكلت، أو زي ما حكيت ملف بي دي اف مش وورد. طبعا البي دي الوورد ممكن احوله لبي دي اف. فهاي هي هنا البيست يو ار ال اللي حكيت عنه الرابط، هنا راح بس اضغط عليه راح تظهر عندكم هاي الخانه، بس بعمل بيست، هي بيست اني ويب ادرس، بس اعمل له لصق فبيظهر مباشره عندي في داخل المجموعه. اور اد تكست، اد تكست يعني نص ضمن المحتوى زي ما حكينا. هنا فيديو تيوب من داخل الويكلت، بس اكتب سمبل بريزنت او مثلا مثلا المد
مثلا، او انواع المدود لنفرض، او اسم المفعول به الى اخره، بيظهر لي الفيديو. مش بدي فيديو، بدي اثنين، بدي ثلاثة عادي. او تويتر، بكتب مثلا اشي خاص في المادة او في الكوليكشن اللي انا قاعدة بدي اعمل عليه مجموعة، لنفرض انا عن الجهاز الهضمي، بس اكتب الجهاز الهضمي. اذا حدا كاتب على تويتر من ان شاء الله من هنغاريا، من وين ما يكون، بيطلع لي، وبس اضغط على الزائد بيجيني بنضاف داخل المجموعة. البوك لو ماركس سمحتي الان، انتوا الان، نعم بس سؤال ست شوقية، بحكي بقدر أنا تفضل. أضيف أوديو اوديو من خارج الويكلت؟ جربت ما زبط. بتوقع اذا رفعتي الاوديو كرابط على الجوجل درايف او الون درايف هيك بزبط. ارفعيه وخدي الرابط تبعه، ممكن هيك يزبط. ما بدي كل الاوديو، بس مقطع. ما انت بتعرفي كيف دروسنا، يعني listening لاكتيفيتي معين. طيب، ما هو انت قصري طبعا، بتكوني هاي في الاعدادات عاملتي تقصير لوين بدك اياه، احفظي ارفعيه على الجوجل درايف او الون درايف وخذي الرابط تبعه. هسه رح نيجي هدول، رح يجي هون جوابه، تسلمي. سواء اوديو، سواء فيديو انت مسجلتي، سواء صورة، سواء باوربوينت، سواء وات ايفر بتيجي تاخذي من الجوجل درايف ممكن او الون درايف. اذا البوك ماركس لانكم جداد ما رح يظهر عندكم، لكن اللي له حساب رح يظهر. شو البوك ماركس حكينا؟ اللي هن كل هدول، ممكن فيديو تكست وبي دي اف وايمجز والى اخره. الايمج حكينا اللي هي صور، صور من داخل اللابتوب اللي عندك او من داخل اللايبراري اللي تابعه على ويكليت. بي دي اف اللي حكينا عنها، امتحان مثلا انا محولته من وورد لبي دي اف، بس اضغط على بي دي اف مباشره بيظهر عندي وبتحمل، او ورقه عمل او ماده اثرائيه فبقدر اضيفها. كمان من جوجل درايف، الاجابه على الاستاذه اللي سالت، ممكن انا مثلا عامله باوربوينت، لاحظوا هون لو بدي اضيف باوربوينت ما راح يزبط معي المره، الا بحاله اني رافعته اما على الون درايف او جوجل درايف، او محولته لفيديو ورافعته على اليوتيوب، فممكن اخذ الرابط تبعه ممكن. فهي الاشياء ممكن ارفعها على الجوجل درايف واخذ من الجوجل درايف وارفقها، او الون درايف تقريبا نفسه. هذا حلو كثير. الفليب جريد، شو هو الفليب جريد؟ هذا مناسب اكثر شيء معلمين اللغات، للغه الانجليزيه واللغه العربيه، بحيث مثلا انا بطلب منهم صوت وصوره، بسجل صوتي وصورتي وبحكي لهم، بدل ما اكتب لهم كتابي عزيزتي الطالبه شاهدي الفيديو الاتي واكتبي مثالين مثلا على ضمائر الوصل مثلا اللي هي هو واتش مثلا، اذا معانا معلمين انجليزي، او عزيزي الطالب شاهد الفيديو الاتي وعدد مثلا اجزاء النبته اذا معلم علوم، وهكذا. فممكن بدل ما اكتب اسجل صوت وصوره، طبعا اكثر شيء 10 دقائق، وطبعا بصير دقيقه دقيقتين، وبرفعه على داخل هاي المجموعه، ولما اعملها تعاونيه الطالب كمان اما بقدر بجاوب عادي جواب كتابي، او بقدر كمان هو يسجل لي صوت وصوره. هون يعني بشجع الكتاب، الثقه بالنفس، وبشجعهم على البحث والتفكير بإذن الله. فهاي برضو حلوة. إذا هاي الأشياء اللي ممكن أضيف، هاي حكينا عنها اللي هي public وunlisted وبرايفت، اللي هو لما أشارك مشان أخلي اللي بده يشارك معي أو يتفرج على مجموعتي، وبالآخر بكبس على ضن. وهو عموما لو ما كبستش على ضن، الحلو لما أكيد الكل أو كثير منكم بعمل باوربوينت، كثير كنا نتعب، وبجوز أبقى شغالة إلي ساعة ثنتين مثلا في الباوربوينت، إذا قطعت الكهرباء فجأة يروح كل شغلي سدى. الحلو هون في الويكلت، شو بيفرق عن الباوربوينت، انه كل خطوه بخطوتها بضل يحفظ لي، بحيث انا نسيت احفظ، لا، حتى لو قطعت فجاه الكهرباء او انقطع النت مباشره، لو ارجع له بلاقيه كله محفوظ. لاحظوا فوق بيكون مكتوب changes saved. اوكي، هون السيتنج اللي هي الاعدادات حكينا،
كيف أغير ممكن صورة الخلفية، كيف ممكن أخلي حدا يشارك هون شيرينج كوبي كوليكشن، بجوز أخلي البنات أسمح لهم إذا فتحت هاي بتصير لونها أخضر، إذا فتحتها بتقدر الطالبة تعمل كوبي لهاي الكوليكشن وتحطها في مجموعاتها. لنفرض أنا شافت عند معلمتها مجموعة مفيدة جدا فيها مواد إثرائية وفيديو وبي دي إف وأوراق عمل وإلى آخره، فمعهاش وقت الآن فعملت كوبي، إذا أنا سامحت لها وبتحطها في مجموعاتها بترجع لها وبتدرس عليها. أو ممكن كمان في تحت المفروض كمان خيار كمان إنه contributing. شو يعني contributing؟ إني بسمح لها تشارك فيها، إذا مش سامح لها ما بتقدر تعمل editing يعني تحرير وحذف وإضافة وهي الأمور. أو ممكن أعمل delete collection لكل المجموعة، ممكن أعمل deletion اللي هو أحذفها إذا ما بدي إياها. الآن كيف الخيارات، كيف المشاركة؟ في عندي هون سهم شير المفروض هون فوق، فيه طريقتين رئيسيات، إما عن طريق لينك أو كود. اللينك هذا اسمه لينك اللي هو الرابط، بس just press here، اضغط هون copy link وببعثه لزميلاتي لطالباتي لمشرفتي لأي حدا، بس أبعثه بيقدر أي حدا يفوت ويتفرج، خاصة إذا أنا عاملته public. أوكي، إذا إما ببعثه على الماسنجر، الواتساب، على صفحة نادي اللغة الإنجليزية، نادي اللغة العربية، المدير ببعثه مثلا لمعلمين وبقول لهم والله كل واحد يكتب لي انطباعه عن الدورة. لنفرض سترا إذا مديرة عملت دورة مثلا معينة عن التعليم الإلكتروني، إيجابيات وسلبياته، وبعد ما خلصت والله عملت مجموعة وصور حطت وملفات وإلى آخره، بعدين طلبت منهن والله خذوا هذا اللينك يا معلمات، فوتوا اكتبوا لي كل معلمة شو رأيها بهذا الموضوع. ست مليكة بتكتب ببين انه written by or created by مليكة فلانة by فلان إلى آخره. فهنا ممكن أبعث عن طريق اللينك or كوبي كود. كوبي كود اللي هو هذا بعد شوية راح أتفاعل فيه أنا وطالباتي وإنتوا معانا إن شاء الله، هذا ببعث لكم إياه على الشات مباشرة، بس تضغطي على كوبي كود على انتر كود اللي في البداية عند ساين أب وساين إن، وهدول مباشرة بتقدر تفوت وتتفاعل معي بمجموعتي أنا. ممكن تضيف لي صورة، ممكن حدا يضيف فيديو، ممكن حدا بي دي إف، ممكن حدا يكتب سؤال وحد يكتب جواب إلى آخره، أو عن طريق الكيو ار هذا اللي هو اللي في طريقة بنمسحه عن طريق اللي هو المسح الضوئي عن طريق شيء في الجوال او تطبيق في الجوال، او via name or email. نعم ايوه، بدي اسال مس شوقي، هل يتطلب من الشخص الاخر يكون عنده ويكلت؟ لا لا، اذا سمعتيني قبل شوي وفي البدايه حكيت كوبي كود لا يتطلب انه الك حساب. هسا انتم كل يعني معظمكم بتوقع انه ما الكم حساب، مجرد بعد شوي راح اعطيكم كود لمجموعه معينه عندي راح تفوتوا عليها، بس اضغطي على انتر كود اللي في البدايه عند ساين اب وساين ان اللي اول ما ظهرت مباشره بتفوتي، انت بتضيفي صوره فيديو سؤال اي شيء معين او ماده اثرائيه، فهي الأمور مهمة. مش شوقية، هذيك المرة أخذت منك رابط وكود ودخلت على الويكلت راح شغل السابق كلياته. ليه؟ ما بعرف، شو راح مش يعني؟ عارفة يعني، ما ضل شو لي ولا راح شيء من يعني؟ الكوليكشن، الكوليكشن اللي كنت عامله كلياته راح، ما بعرف ليه، بصيرش، بجوز مش أنت عارفة، حذفتيه بالغلط، ممكن مستحيل في شيء يروح، غلط. مستحيل، في شيء ممكن كبسة معينة بالغلط انت روحتي. اما بحكي لك انا يعني مسؤولة عن كلامي الان، اي مجموعة ما دامك ما حذفتيها بتظلها 100 سنة عادي. ما هي اوكي خلص، ابصر شو عملت، الله اعلم. ابصر، الله اعلم، مش مشكلة، حصل خير. اور الطريقة الثانية ضيني فيش صوت. سكر المايك المس بالغلط. راح الصوت. في حدا أغلق الآن، واضح الصوت صح؟
واضح؟ تمام واضح. واضح. يا ريت ما حدا يلعب في المايكات. آلاء إذا أنت عشانك بريزنتر معي ممكن بالغلط يا آلاء. مش مشكلة. يس. إذا هاي الطريقة الأولى، إما المشاركة يعني بعد ما خلصت مجموعتي أنا كمعلمة بدي أوديها لطالباتي زميلاتي لمديري للمشرفة إلى آخره، إما بضغط عن طريق هون شيرابل لينك أور كود، بس أضغط على الكوبي لينك بوديه على الماسنجر على الواتس أب على صفحة نادي اللغة الإنجليزية العربية نادي العلوم الرياضة إلى آخره، أو إذا ما إليش حساب كمان مرة بس أعمل كوبي كود إذا بدي يتعاونوا معي زميلاتي أو طالباتي إلى آخره، فممكن أبعث لهم هذا الكود يتفاعلوا معي. الطريقة الثانية فيا نيم أو إيميل إذا إلهم حسابات، زي ما حكيت ممكن مديرة بدها تبعث مثلا عن طريق الإيميلات اللي عندها شغلة معينة، فبتحط إيميل وبتضيفهن وبتبعث. فأنا بفضل هاي الطريقة كوبي لينك أكثر إشي، أسهل وحدة مباشرة لما بدك تعمل مشاركة مثلا عملت والله أنا مجموعة عن يوم الأرض أو عن الطعام الصحي أو عن الجهاز التنفسي إلى آخره، فببعثها لصفحتي الشخصية للواتساب إن شاء الله على تويتر على سكايب على الماسنجر وين ما بدك، أسهل إشي. إلا إذا بدك تتعاون كمان هاي كمان مفضلة جدا الكوبي كود حتى لو ما لوش إحساب. إذن هاي الطرق المهمة للمشاركة. هاي الآن هنا كلمة شير، هسه شير في عندي هاي المجموعة ممكن أشاركها بعدة طرق أو لعدة أماكن، إما عن طريق المسح الضوئي زي ما حكينا على جوجل كلاس روم، هذا إخواننا في غزة هم معتمدين على جوجل كلاس روم وفي دول أخرى أكيد معتمدة عليه، أو عن طريق التيمز، ورح تشوفوا كيف التيمز حلو. يعني أنا عملت مثلا مجموعات عن الريلاتيف كلوزز أو عن المبتدأ والخبر أو عن مثلا البسملة أو إلى آخره، كنا أصير أبعثهن للصف اللي أنا بدي إياه، لتاسع ولا العاشر لسادس لرابع whatever. كمان ممكن أبعث هاي الكوليكشن نفسها مباشرة بس أضغط بوديني على تويتر، زي ما حكيت منصة ويكلت متابعة جدا من تويتر، والمسؤولين كثير بحبوا إنك تشارك تظهر نشاطك قبل ما تقدم إنك تصير عضو أو قائد أو سفير، وتعملهم تاج. شو التاج يعني؟ يعني تعملهم إشارة لويكلت ويكلت أمباسادور وجيمز ومصباح وهدول المسؤولين تبعين هاي المنصة نوتيفاي، اللي هن يعني بدك تظهر هيهن إخبار المغردين أنك اقتبست منهم. يعني في ناس غردوا عن هذا الموضوع بجوز أنا بعرفوش، بس إني بس كتبت هذا الموضوع بيظهر إنه هذا الشخص كتب عن نفس الموضوع اللي أنا عملت الكوليكشن عليه. هدول بصراحة ما بستخدمهن أنا ولا بحبذ إنكم تستخدموهن. هاي مهمة برضو على الفيسبوك، ممكن أشارك المجموعة لنفرض أنا عملت مجموعة مثلا أنا قبل امبارح عملت مجموعة عن أنشطتي مش بشرح على التيمز لطالباتي، فباخد سكرين شوتس فمشان أشجع طالباتي عملت كوليكشن حطيت في بعض اللقطات الشاشة مشان أشجع الطالبات إنه شوفوا شغلكم، خاصة إنه بنات صاروا يشاركوا الشاشة معي محضرين باوربوينت هم صاروا يشرحوا هم، فهنا كتشجيع لطالباتي. أو عن طريق كوبي كمان كوبي زي ما حكينا قبل شوية. هسه هون في هدول نقطتين مهمات، export as pdf. واحد بحكي بالله يا ست شوقي مثلا طيب أنا شاركت هون عن طريق جوجل كلاس روم وشاركت على التيمز وعلى تويتر وعلى الفيسبوك سواء صفحتي الشخصية أو صفحة النادي إلى آخره، ووزعت على الواتس ووزعت على العالم كله، طيب أنا ما بدي إياه إلكتروني بس ممكن أستخدم يعني أحتفظ فيه كورقي مشان بس يجيني مشرف مثلا بجوز فيش انترنت طبعا فبدي أورجيه والله شغلة ممكن كيف بهاي الطريقة، بس أضغط على export as pdf بنزله عندي على الكمبيوتر وممكن أطبعه ورقيا واحتفظ فيه، أو embed هاي اللي هي تضمين اللي هو تضمين خاصة ضمن سوي. هسا واحد بيحكي شو سوي؟ سوي كمان تطبيق منصة تفاعلية رائعة جدا، وهاي اللي ناويين يقدموا لخبير مايكروسوفت بيطلبوا منا العام، هيك طلبوا منا لما بدينا نقدم لنكون خبراء مايكروسوفت العالميين، طلبوا نعمل كوليكشن مش على الوكلت،
ولكن مش الويكلت أسوي. فهنا أنا مثلاً بجوز عاملة كل شغلاتي على الويكلت، لكن بأخذ الرابط وبضمنه في مجموعة ضمن السوي. فهذا بعدين اللي بده إن شاء الله فيما بعد نبقى نحكي أو ندرب على السوي. هاي الإمبيد اللي هي التضمين برضو في طريقة أخرى من النقاط الثلاثة، هنا برضو بي دي اف، هون نتوفاي نفس الإشي، هون أناليتكس. شو أناليتكس؟ اللي هي يعني الإحصائيات، من شاف مجموعتين. طبعا إذا أنا مش مشاركها ما رحت لكم ده إنه في الإحصائيات، لكن إذا مشاركها عادي. change visibility بدي أغير اللي هي الرؤية من public listed إلى آخره، أو بدي أحذف هاي الكوليكشن. هاي embed this collection، وهنا كيف بدك تظهر هاي الكوليكشن بهذا الشكل تحت بعض أو شكل مربع أو بحد بعض. هنا cover image، هنا هذول الشغلات بدناش نحكي فيها الآن، نركز على الأشياء المهمة إن شاء الله. الآن هنا زي ما حكينا هدول sign up اللي هي لمستخدم جديد، هاي مراجعة. log in لمستخدم له حساب. هون enter code مش ضروري يكون لك حساب، فقط اضغط عليها وبتدخل الكود اللي أنا ببعثه زي هيك، بتدخله مباشرة. بس تدخله بتصير هاي بقت فاتحة، بتصير خضرة، فبتضغط عليها join يعني انضم. بعد ما تدخل الكود بعدين بيجي كمان خانة تدخل اسمك، مشان أنا يظهر عندي والله شوقية جاوبت، ألاء جاوبت، إيثار جاوبت، رائدة جاوبت، فلان جاوب، وبعدين add يعني أضف، وبعدين بفوت على هاي المجموعة وبشارك فيها. أوكي، الآن هاي حكينا عنها. كمان join collection، إذا أنا حدا مشارك، أنا مشاركة مع حدا في collection مثلا، ممكن معلمة عاملت لي collection ودعيتني إله، ممكن كمان أفوت وأختار الانضمام على زر الانضمام وبضيف الأشياء اللي بدي إياها برضو عن طريق كود معين. بتكون زميلتي بعت لي كود معين وبعمل join. أوكي، هاي الأشياء حكيناها خلص. الآن ننتقل إلى التطبيق العملي إن شاء الله. الآن ياريت اللابتوب بيكون معنا مشان نبدأ في التطبيق العملي. كيف بدي أبدأ أنا أعمل؟ بس شوي أفتح. بسم الله. الآن رح نطبق عملياً. ألا؟ ألاء معنا؟ معك. ألاء ممكن تورجينا الآن بعض مجموعاتك قبل ما نبدأ نطبق عملي؟ على السريع احكي عن نفسك، عرفينا عن نفسك، ابدي شاركي شاشتك في مجموعتك، في مجموعاتك بشكل عام، ما بدنا تفصيلات. يلا تفضل. أنا الطالب ألاء أيمن من الصف العاشر، مدربتي الفاضلة شوقية سلامة. سوف أتحدث اليوم عن تطبيق ويكليت وتجربتي والأشياء التي استفدتها من هذا التطبيق. تطبيق ويكليت من أكثر التطبيقات التي جعلتني أتفاعل مع المواد. كانت المعلومات ترسخ في ذهني، فالمعلومات تعرض بطريقة ممتعة وجذابة، حببت نفسي على الدراسة، على العلم، على معرفة المعلومات أكثر وأكثر، حفزتني على عرض إنجازاتي. وسوف أعرض لكم العديد من الإنجازات التي تم تطبيقها على هذا التطبيق. يلا شاركي الشاشة يا ألاء. ظهر؟ هذا ملفي على تطبيق ويكليت. قمت بالعديد من الإنجازات عليه، وكانت بدايتها عن فيروس كورونا. وعرضت إنجازاتي وقمت بالعديد من النصائح والعديد من المجالات الدينية والعلمية والثقافية، وهذا هو. ممتاز. وطبعاً آلاء هي سفيرة ويكليت، آلاء بالصف العاشر السنة العام أخذت سفيرة ويكليت. أيوة، وبيسان كمان معانا. بيسان قمت بالحصول على شهادة ويكليت، وكان ذلك بفضل المدربة الفاضلة شوقية سلامة التي اجتهدت وتعبت من أجل تعليمي وتعليم زميلاتي.
فكانت تقوم بالعديد من العديد من الفيديوهات وتعليمنا عليه لحتى وصلنا إلى هذا الحد من الإنجاز والمعرفة. شكرا لك وكل التوفيق. بيسان معنا؟ بيسان هل تسمعينني؟ يلا تفضلي. طيب مش مشكلة، احكي حكي. ألا افتحي مجموعة باليستاين وهي تحكي بيسان. أوكي. يلا احكي بيسان. أنا بيسان محمد عزام، مدرسة بنات الفندقومية الثانوية بالصف العاشر. العام بلشت على منصة وكلت، الحمد لله بفترة يعني بفترة أقل من شهر أخذت شهادة السفير. طبعاً شهادة السفير أخذتها بعد ما عملنا كم مجموعة عن مواضيع محددة. بعدها تواصلت مع ست شوقية وأكم معلمة من غزة، فهم رفعوا أسماءنا وأعطونا هذول الشهادات. طبعاً المنصة كثير حلوة، استفدنا كثير عليها، بنقدر نستخدمها بموادنا الدراسية وكثير أشياء. طبعاً أي حدا بيقدر يستخدمها وهي كثير سهلة زي ما حكت شوقية، ويعني أي حدا بيقدر ياخد شهادة السفير ويصير سفير منصة وكلت. أوكي شكراً لكما، شكراً يا بيسان وآلاء. الآن ننتقل إلى التطبيق العملي. وقف الشير يا آلاء، والآن إن شاء الله سوف ننطلق إلى التطبيق العملي. كيف سنعمل تطبيق أو سنعمل حساب على تطبيق وكلت من الصفر؟ طبعاً أنا راح أرجع هنا، هاي كنا ندرب إحنا وطالباتي عليها. أول شغلة بفتح أي متصفح، ظاهر الشاشة عندكم؟ واضحة. يلا شوي بس بكتب وكلت، اكتبوا معاي لو سمحتوا اللي معاه لابتوب. أول شغلة بكتب وكلت على أي متصفح، راح تظهر عندي هاي الشاشة مباشرة زي ما شفنا في العرض. لاحظوا هون وكلت اسمها for educators للمعلمين، community عن المجتمع، blog اللي هي زي مدونة، about إذا بدك تعرفي أشياء عنها، support للدعم إذا عندك أي مشكلة. هدول الشغلات الثلاثة اللي راح نشتغل فيها بالإضافة للغة. هون English مكتوب يعني اللغة الإنجليزية، سواء بدك اللغة حسب الأمريكية ولا البريطانية، في عندي عدة لغات. إحنا معنيين في الإنجليش، للأسف ما في عربي حالياً، إذن English. الآن sign up ولوج إن وإنتر كود. رح أبدأ في sign up عشان الوقت، وإذا ظل معنا وقت زي ما وعدتكم إن شاء الله رح أعطي كود إلكم وللطالبات ونتفاعل في داخل مجموعة من اللي بنعملها حالياً. sign up إذا أنت جديد، لوج إن إذا أنت إلك حساب، إنتر كود حتى لو ما لكش حساب، فقط بتدخل الكود وبتعمل اللي بدك إياه، بتضيف على نفس المجموعة على شخص آخر. أنا بدي أبدأ بساين أب، خليني أضغط على ساين أب. شو ساين أب؟ يعني تسجيل دخول، بدي أعمل حساب، get started. زي ما حكينا في عندي عدة طرق، وضايفين continue with Apple إذا إلك حساب على أبل، continue with Google يعني على حسابك على جوجل. إذا الآن أنا ضغطت بروح على حسابي أنا، لاحظوا راح أورجيكم حسابي لأني أنا مسجلة في جوجل. لاحظوا في عندي عدة إيميلات، راح أختار الإيميل اللي أنا دخلت فيه، مهم جدا أحفظ الإيميل وبحفظ الباسورد. شايفين في غلط هون؟ بسم الله.
طيب مش مشكلة، أنا ما بدي حسابي على جوجل عموماً، بدي أعمل حساب جديد الآن. إما حسابك على جوجل أو مايكروسوفت أو على طريق الفيسبوك أو ساين أب وذ إيميل، أنا ما بدي هدول الطرق، بدي أعمل على هذا. اللي بده على حسابه على جوجل عادي عنده إمكانية، بده عن طريق الفيسبوك كمان في مجال إمكانية، أو إنتر يور إيميل يعني بدك تدخل إيميل جديد. طبعاً بكتب اسمي، اسمك انت زي ما بدك، شوقية مثلا لنفرض شوقية اتش، ما بدي اكتب اسمي العادي. الان بدي احط ايميل، يعني هذا بس هيك جبته مشان التدريب، راح اروح هون بسم الله، هذا ايميل اخترعته بس هيك مشان التدريب. Yes. بعدين حطيت الباسورد، إذا حطيت الاسم، حطيت إيميل، حطيت باسورد، بدي أحط أي رقم هون، تاريخ ميلاد، يعني سنة معينة لنفرض. أوكي. الآن بعد ما دخلت اليوم والتاريخ والسنة لتاريخ الميلاد سواء صحيح ولا مش صحيح، الآن ضروري جدا زي ما حكيت بالعرض أحط هنا صح. لاحظوا لما حطيت صح صارت خضرة، لكن لاحظوا لما كان ما فيش صح ولو أضلني أكبس هنا ما بكبس عندي، فلازم أضغط هون. بعدين بكل create an account، شو يعني create an account؟ يعني اعمل حساب جديد، هاي نبدأ أعمل. بكل هون بيجيني اني بدي احفظها مشان ما ضلنيش كل مره اذا بدي اذا بديش لا، هينا بديش انا، اذا بدك انت بتحط يس. لاحظوا مباشره نفس اللي شفناه في العرض، اجا رحب فيي بالاسم اللي انا حطيته، شوقي هي شوقيه اتش، لو كتبت حواوري بكل هي شوقيه حواوري، ولو كتبت الاء جرار الاء جرار وات ايفر. الان get started بيعطيني هنا يوزر نيم وبكل افيلبل، ومعطيني خيار اذا ما عجبني شو شوقيه اتش 5 11 ما عجبني هذا بدي احذف هون وخلي مثلا 2021 لنفرض، في عندي امكانيه بدكش خلي زي ما بدك. اذا يوزر نيم بيعطينا هو وبكلنا هل هو متوفر او لا، فبكل اختار انت اللي بدك اياه. بعدين نيكست. الآن هنا مهم جدا أنت كمستخدم جديد، هل أنت بقولك how would you best describe what you do؟ هل أنت معلم؟ هل أنت طالب؟ هل أنت تشتغل؟ other يعني ممكن رب بيت، ممكن متطوع، ممكن كذا، ممكن كذا. فأنا إذا معلم وين راح أختار؟ هون. لاحظوا مباشرة بس اخترت معلم أجاني كمان خانة. طب إذا اخترت طالب كمان برضو بيجيني خانة مشان يحدد لي إذا أنا طالب هون، هل أنا student يعني هل أنا طالب في المرحلة الوسطى ولا المرحلة العليا ولا في جامعة ولا في كلية، هذا إذا طالب. طيب أنا ما بدي طالب، بدي أختار إذا سوري نرجعنا له. إذا كتبت مرة ثانية معلش بكتب الباسورد، مهم جدا هون 12 هون 11 أو 12 هون 1980 هون كليك ضروري هون كذا هون بديش don't save sorry. معلش حدا يعطيني ايميله مشان ادخله، لانه لاحظوا لاني كتبته اول مره شو كتب لي ايميل ادريس اوريدي ان يوز، المشكله انه بيحفظ مباشره بيردش يفوتني بنفس الايميل، فلازم اكتب ايميل جديد. مين حابب ينقلني ايميله؟ مالوش حساب؟ انا ايدي حساب ما بيصير. لا بدي حدا جديد. ألو في حدا حابب يعطيني إيميل وبغير الباسورد؟ أنا معلمتي بس ثواني في أجيب. طيب يلا مش مشكلة. إذا أول إشي عملت create an account، حطيت اسم معين، هاي بدي أحط صفة صفة، بدي أحط إيميل جديد
مع باسورد جديدة، مع تاريخ ميلاد مش ضروري صحيح أو مش صحيح، بعدين لازم أحط هاي التك. السلام عليكم. السلام الله. عليكم السلام ورحمة الله. يلا يا شفا. يلا معلم. يا صيفي. على الجيميل. وانت بخير، وانت بخير وصحة وسلامة. يلا. تفضل. هبة صيفي 74. نقلين الإملة لأنه الإملة مهم. هبة H-E هذا بخصوص مقصود يعني الدورة. لو سمحتوا صوت H-I H-I D-A D-A C-A I E ولا S A I F Y C ولا S يا هبة يا تقى S S S A I F Y F I ولا Y Y Y صح 74 كنت مع شجع مزبوط صاحب الشركة سبعة 2002 أنا والله يعني بصراحة مش مرة على مرة بس رأيت على الفرض واحد بس فكرت في بالي إيه وتجي الوقت اللي هاي في الحمل صوت إيه برضو الأكل صبيه يا تقى معلش الأستاذ لو سمحت اللي بيحكي شو يا تقى 16/2002 at Hiba at Hiba 2020 صحيح؟ طيب بشوف إن شاء الله مع إنه اليوم تعرف اليوم نهاية أسبوع وروحنا جمعة وسبت لو سمحت يا أستاذ صوتك معانا صوتك معنا يا أستاذ اللي بيحكي لو سمحت اغلق المايك اغلق المايك اعمل ميوت بدي اعمل شكله مش مش منتبه الأستاذ شكله اغلق طيب مش مشكلة اذا اجاني ترحيب هي شوقية بعمل get started هاي عطاني يوزر نيم زي ما حكيت بدي أخليه شوقية H2021 عادي بديش بغير خلي الآن زي ما حكيت قبل شوية بيجيني شو أنا بوصف نفسي إذا أنا طالبة إذا عفواً معلمة طالبة بشتغل بالأعمال أو إشي ثاني غير هدول أنا بدي أختار اليوم educator بس أضغط على educator بيجيني أحدد لأي مرحلة هل بدرس من ثلاث سنين لأربع سنين ولا من خمس لعشرة ولا من 11 لثلاثة أنا بدي أختار هاي لأني أنا هاي الفئة الآن مباشرة بيجيني next كمان هسا بيجيني what promoted you to sign up for a وكلة account شو اللي خلاني شو اللي شجعني أسجل لوكلة account please let us know حابين يعرفوا هل من صديق أو زميل هل من حدا سفير وكلت مثلا أنتوا ممكن تختاروا هذا my school is a وكلت school program member هل مدرستي داخلة في برنامج عضوية وكلت ولا وكلت ويبينر حضرت ويبينرز للمنظمين نفسهم للمنصة في بريطانيا ولا جوجل سيرتش ولا أنا بحثت على جوجل ولا at an event في حدث ما وبدك تحددي شو الحدث مش ضروري هدول الأشياء أو من السوشيال ميديا من وسائل التواصل أو أي شيء خليني أنا أخذ من هون من أوكلت
امباسادور مباشره قال لي دن دن الان كونجراتوليشن هاي صفحتك انت كمعلم جديد على هذا ايش الوكلت. لاحظوا هون بيجيني الصوره بدل الصوره اول حرف من اسمي ممكن اختار اغير الصوره. لاحظوا هون رح يجيني ايديت بروفايل. ايديت بروفايل يعني بدي احرر بالبروفايل اللي الي بضغط عليها هي ايديت بروفايل اول بابليك كولكشنز ويل بي بريزنتد هير يعني راح يكونن جاهزات هون وهذا الباسورد عفوا اللي هو اسم المستخدم اللي الي وهنا اشياء اللي بدي اعملها اذا بدي اغير راح اغير هون عندي الصفحه الرئيسيه هون شوكيس اللي زي معرض المدارس اللي او المشتركين بالويكلت هون سيرش اذا بدي ابحث عن شخص انا بعرف له ويكلت لكن الان خليها هاي بالاخر هون حساب زي ما حكيت هيو اللي هو اول حرف هون النوتيفيكيشن طبعا ما فيش ولا شيء لان جديد هون النقاط اللي شفناهن قبل شويه في العرض اللي هون بدي اشوف الصفحه الشخصيه اللي الي هون سبيسز هاي برضو مش في حين ان شاء الله بنحكي عنها تعملي فضاءات معينه هون اكاونت سيتنج اعدادات الحساب هون سويتش اكاونتس اذا بدك تغيري من حساب لحساب هون لوج اوت يعني خروج يعني مجرد الان ما اضغط عليها بعمل الخروج انا ما بدي اعمل خروج بدي اروح على الهوم خليني ابدا بالهوم لاحظوا هنا زي ما حكيت 00 ما فيش لا حدا متابعته انا ولا حدا متابعني كوليكشنز 0 يعني فيش ولا عندي ولا مجموعه زي ما انتم شايفين فاضيه هون بوك ماركس ولا شيء وهون جروب كوليكشن ولا شيء هون الشغل الصح هسه بدنا نبدا نعمل مجموعه عن فلسطين انا محضره اليوم بدي ادرب عن فلسطين اول شغله زي ما بعمل بالفيسبوك او اي تطبيق بدي اعمل صوره للبروفايل مباشره لحظه بس ضغطت هون بيجيني خيارين upload an image to choose from a library باجي بضغط انا بدي اليوم اختار من upload an image ولازم اكون محضره كوليكشن لاحظوا انا عامله ملف اسمه فلسطين وطني حاطه فيه صور عن النكبه عن الاسرى صور للاقصى صور لقبه الصخره الى اخره الان اللهم صل على سيدنا محمد راح اخذ من هون هيو في عن النكبة في هون عن نحو مواطنة رقمية في أماكن تراثية عن بلدي أنا عن قريتي في عن الأسرة في عن أماكن مهمة وصور خاصة في القدس لنفرض أنا بدي أعمل عن فلسطين بدي أختار هاي الصورة لاحظوا بس اخترتها صار إيش صارت زرقاء معمل أوبن أنا بدي أختار هاي الصورة تكون للبروفايل اللي مشان تعطي انطباع إنه هاي المجموعة أنا عاملتها عن فلسطين واحدة بتقول طيب ممكن أغيرها؟ ممكن تضغط هون بترد تروحي إما أبلود أن إيمج مرة ثانية على كمبيوترك أو من المكتبة أو بدك تعيدي شكلها يعني مكانها أو ريموف يعني احذفيها طيب أنا بدي أخذ واحدة ثانية برد أروح هون على الصور اللي أنا مجهزتها طبعا لازم أكون محدد الهدف وعندي خطة معينة ممكن أختار هاي بدالها أشوف إنها أحلى فلسطين كلها وطني وهي صورة المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعلام فلسطين فهي عجبتني إنها معبرة طبعا أول إشي بدي أحط عنوان مناسب سواء بالإنجليزي بالعربي هون عادي عادت هسا بتغير اللغة زي ما بدك فلسطين روح الأمة لنفرض ممكن هيك يعني أحط عنوان جذاب هون ديسكريبشن يعني فلسطين ممكن يعني وصف فلسطين حرة أبية لنفرض إلى آخره أو الوحدة مثلا بجوز أكتب هون لنفرض أنا معلم التاريخ ممكن هاي الوحدة الرابعة لنفرض في التاريخ للصف السادس مثلا للصف السادس لنفرض مشان اعمل انه كام من طيب واحدة بتقول طب هون هاي الخلفية هيك لا في هون ملاحظين في عندي نجمة وفي عندي انفايت هاي اخر اشي خليني اجي عن النجمة النجمة مباشرة
لاحظوا بس ضغطت على النجمة هاي أجاني سيتينج إعدادات، بيجيني عدة خيارات، في add background image اللي هي خلفية، sharing، لاحظوا هون مغلقات اللي قبل شوي في العرض شفتوهن هون، إذا بدي أسمح لطالبتي أو زميلتي أو أي حدا إنه يعملها كوبي لهاي المجموعة ويحطها عنده في مجموعاته بفتحها. لاحظوا شو صار لونها أخضر، بدي إيش؟ لا أنا ما بدي حدا يأخذها، بخليها مغلقة بس بقدر يفوت ويتفرج عليها بس ما بقدر يعملها كوبي. إذن ممكن أفتحها هون كولابوريشن اللي هي التعاونية، بحيث إنه أنا أعطيتها والله لزميلاتي أو طالباتي بيقدروا يحذفوا ويضيفوا ويعدلوا ويزيدوا وإلى آخره. إذا مغلقة هيك حتى لو أعطيتهم وقلت لهم عدلوا ما بيقدروا، لكن إذا فتحتها بقدر أخليهم يتشاركوا فيها ويحذفوا ويزيدوا ويعيدوا. هاي delete collection شفناها برضو بالعرض، ممكن أحذفها كاملة ما بدي إياها. طب هاي نرجع لها add background image برضو، إما تخليني أخذ من اللايبراري، هسا هون أخذت نفس اللي هون، إما من الكمبيوتر أو من اللايبراري. ممكن هون أعمل بحث، ممكن أكتب فلسطين أشوف بيطلع لي إشي عن فلسطين. للأسف تحارب فلسطين مش رح نلقى كثير، شايفين خاصة بالعربي. طيب لو كتبت إنجليزي Palestine أشوف بتظهر لي إشي، رح نلقى صور قليلة جدا عن فلسطين، بجوز صورة واحدة نلقاها، هيها هاي صورة واحد، لاحظوا ولا صورة للأسف، تعرفوا هاي صورة كمان، يعني بحاربوا فلسطين وحذفوها عن الخرائط وكتبوا اسمها إسرائيل للأسف. فأنا اخترت من اللايبراري هون، ما طلعت من الوكلت من المجموعة، فأنا اخترت هاي الصورة كخلفية. إذا منين جبت هالخلفية؟ من هون، ضغطت هون، جيت هون تشينج، أخذت أبلود أن إيمج للأولى، بس هون لا، حبيت أورجيكم من اللايبراري. هون لاحظوا لما اخترتها أجاني خيارين جداد، ريبوزيشن يعني هون بدي أغير فيها، هسا بورجيكم هون ريموف إذا بدي أبعدها. لاحظوا هون أجت الخلفية وصار عندي شكل جميل. هون بس أورجيكم شو يعني ريبوزيشن، لاحظوا هون بصير ألعب فيها، قدمها أبعدها. لاحظوا إذا بدي أركز هون بس على هاي الصورة، بدي بس هون، بدي هون، فهي بفضل ما نلعب فيها، خليها زي ما هي. الآن هيك اخترنا، لاحظوا هنا لسه برايفت لأن كل المجموعات ببدالك فيها برايفت، روحي عليها غيريها لببليك. ولاحظي هون مباشرة، لاحظوا لما اضغط شوفوا بالله تفرجوا هون changes saved، مباشرة بيعمل لي changes saved. وبعد ما نخلص بنعمل done. الانفايت آخر إشي منشوفها كيف بدنا ندعو الناس إلها. الآن هي بكل لي let's add some content، باجي بضغط هون، بضغط على الزائد مشان أضيف الآن لمحتوياتي. هنا في غلط طبعاً، لاحظوا أني بقدر برضو أضبط. إذن الزائد الآن بدي أضيف المحتويات، هون الشغل الصح، باجي بضغط على الزائد، بجيب أي، بطلع من الوكلت لكن بفتح نافذة جديدة. هون فتحت، هون بدي أكتب فلسطين، سوري فلسطين وطني لنفرد، أشوف شو بيطلع لي. ممكن يطلع لي فيديو إذا بدي، مادة إثرائية، صور. لاحظوا جاني أشياء كثيرة هون الكل. إذا بدي صور ممكن أخذ صور هينة، ممكن مش بس صورة، باجي بأخذ الرابط، ظاهر الصورة عندكم الشاشة؟ ظاهرة. إذا بدي أخذ هدول الصور، بس ما عنديش وقت الآن أخذ صورة صورة وأحفظها وبعدين أرفعهن، باجي بأخذ الرابط هذا كله، بعمل كوبي، برجع على نفس الوكلت، باجي بس أضغط هون بيست في هذا المربع أو المستطيل. لاحظوا هيو حمل لي كل إيش، كل المجموعات اللي عندي. إذا ضغطت هون على الزائد، عملت كوبي من برا، جبت عملت بيست وضغطت الأجاني اللي بدي إياه. طيب الآن بدي أضيف إشي ثاني. هنا طبعا صار في زيادة عندي، بسم الله، طيب بدي أرجع لها. شايفين صار عندي مجموعة الآن اسمها فلسطين روح الأمة الوحدة الرابعة للصف السادس، وكم آيتم فيها؟ two items يعني عنصرين أنا ضفت. بدي أرجع لها،
طيب بدي أشوف بقدر أعيد. maybe later هاي ما بدي إياها. لاحظوا الآن أجاني إشي جديد هنا، أجاني created by you، you اللي أنا صاحبة هاي المجموعة. هنا بقدر أعمل like أو تصفيق زي الفيسبوك أو هيك لايك أو قلب حب إن يعني مبسوطة فيها أو أي رمز بدي إياه. هنا للشير بعدين كلنا حكينا بنعملها، هاي حكينا للكوبي كوليكشن وموف كوليكشن، هدول برضو بعدين بنشوفن. هاي الانفايت آخر إشي. طيب واحدة بتقول طب بس هدول، لا لاحظوا هاي هن اظهرن. هسا بدي آجي واحدة بتقول طب هدول مكررات ممكن أحذف، لاحظوا إذا بقدر بحاول أحذف هنا ما بقدر، ليه؟ لأني مش فاتحة الإيديتنج التحرير، بضغط على التحرير مشان أقدر أحذف اللي بدي إياه. هاي مكررة، لاحظوا بس أشرت عليها، شوف لما أبعد ما في إشي، لما أشرت أجاني ديليت وأجاني قلم. ديليت يعني حذف، قلم يعني إذا بدي أعدل مثلا هون، لاحظوا هاي ما بدي جوجل مثلا أحذفها، هيني حذفتها، خليت بس فلسطين وطني. ممكن حتى الصورة ممكن أغيرها بعد ما أخلص بعمل دن. طب واحدة بتقول طب هاي بلاها خلاص أحذفها، بحذفها، بضغط بس أضغط هون بعمل ديليت، لكن قبل ما يحذفها بكل متأكد إنك بدك تحذف هاي المجموعة، يس ديليت خلاص. طيب هنا ضفت، إذا جبت رحت هنا على برا جبت صور. طب واحدة بتقول طب ممكن أضيف فيديو، طيب منشوف أشوف بقدر أضيف فيديو، بدي أفتح هذا الفيديو وأخذ الرابط تبعه وأضيفه برضو على نفس المجموعة، خاصة للأطفال بحبوا الفيديوهات والأغاني هاي الشعبية عن فلسطين. هاي فتحته، هاي بأخذ الرابط هنا بنسخه، هاي كوبي أوكي، هون برجع على الوكلت برضو نفس الطريقة، يعني إما بضيف معلومات أو صور أو فيديو عن طريق الرابط. هاي لاحظوا شكل الفيديو أجا، برضو نفس الإشي، بدي أعدل على القلم، بدي أحذف على السلة إذا بدي شيء اكتشفت إنه ما بمت بصلة لموضوعي. طيب إذا هون الرابط من برا. طيب هاي شي هي، هاي تكست يعني نص، لنفرض أنا بدي أكتب أسئلة لطالباتي، أجيب عن الأسئلة الآتية مثلا. أولا لنفرض للصف، ما هي عاصمة فلسطين؟ إما بكتب كتابي وبعطيهم إياه يتفاعلوا معاها، أو بخليهم بعملهم copy paste، هاي عن طريق التكست. طيب واحدة بتقول طيب ليش هيك، ممكن أعمله محاذاة لليمين؟ طبعا ممكن، لاحظوا هنا في عندي محاذاة لليمين، في توسيط للشمال، هاي الشمال اللي هي للإنجليزي، أنا بعمل هيك وهاي بعملها بهاي الطريقة. طيب هاد بدي أخليه غامق، بدي أخليه غامق، باجي بس بضغط هون، لاحظوا زي الورد بالضبط اللي احنا بنكتب عليه الأسئلة والمبادرات والأشياء. بدي أخليه مائل، بخليه بضغط على المائل، بديش برد أضغط برجع مش مائل، بدي أخليه تحته خط، لاحظوا صار تحته خط، لكن أول شغل لازم أضلل كالعادة. بدي أخليه عنوان كبير، بخليه H1 اللي هو دينج نمبر 1 يعني عنوان أول، أو بالطريقة الثانية أصغر شوي، بدي أخليه بارز، برد أرجع هيك. إذا مثلا بدي أعدد، لنفرض بقولها عددي أهم الأماكن المقدسة في فلسطين، لنفرض بدها تصير تعدد، فبتضغط هون بيطلع لي هون التعداد النقطي هذا، إذا بدي بديش برد أضغط برجعن. هنا اللي هو لينك، شو هذا؟ باجي بضغط عليه لنفرض، وبجيب لينك من برا، ممكن أخليه جوا هاي المجموعة اللي هي جوا التكست، مشان كلهم يقرأوا لي هالنص مثلا. ولاحظوا هون بعمل بيست، هيني جايبة أنا يوتيوب اللي نفرض، وعلقي لي على هذا الفيديو أو ما رأيك بالفيديو. لاحظوا شو صار لونه أخضر، قبل ما حطيت اللينك ما كانش لونه أخضر. شو معناته؟ معناته هسا لما أسكر وأعمل هون ضن وآجي أأشر عليه، بالآخر رح يظهر عندي إنه هذا لينك بعد ما أطلع من المجموعة. لاحظوا هنا قاعد بأشر، شوفوا شو طالع لي زي الزاوية.
زائد ما بتيجي شكل اليد، لكن لو طلعت وعملت ضن من المجموعة هنا وطلعت على المجموعة نفسها لما أعرض بتصير شكل اليد، وبس أضغط عليه بشغل لي الرابط اللي أنا حطيت لهم إياه، هذا بيجاوبوا برضو إذا طلبت منهم إشي تفاعلي. بديش نفس الإشي بعدل أو بحذف. إذا هاي منين جبتها؟ من هون، هاي add text، إما بكتب كتابة أو بعمل كوبي من برا شغل معين، ورقة عمل مثلا أو مادة إثرائية أو إلى آخره، أو كويز بسيط للطالبات وبحط لهم إياه. لاحظوا هون أجا وحطيته بولد مثلا، هاي أي إشي بدي أكتبه، هاي أي شغلة، بعدين بعملها تضليل، هاي أي شغلة عملت لها تضليل، مائل تحته خط بدي أخليه كبير، عنوان كبير، عنوان أصغر، بدي أخليه محاذاة لليمين، بدي للوسط، بدي للشمال، بأي طريقة بدي. هذا اللينك مهم جدا، بحيث إني بجيب لينك من برا وبعمل له بيست وبعملهم أد لينك وبعملهم دن وخلاص. لاحظوا شو صار، برضو لونه أخضر. إذا هذا بالنسبة للتكس، إذا ضفنا لينك من برا ضفنا تكس. هنا مهم وحلو، وهذا أحلى إشي إني أضيف نصوص وأضيف لينكات وأضيف فيديوهات أكثر شيء وبي دي أفز. الآن هنا صور، نفس كيف هنا عملنا في الصورة تفضلي. بحكي ما في عندنا خاصية تلوين النص. لا لا للأسف. ما في هنا والله. حتى تكبير الخط، تكبير الخط مش كثير. ما هو تكبير الخط هيك الخط العادي بس، أما العنوان اللي هم ممكن تكبريه بالهيدنج نمبر 1 أو هيدنج نمبر 2، بدك كل النص تعمليه زي هيدنج مثلا، بدك تلفتي انتباههم، عادي ما فيش مشكلة. ما بقدر بعد بعمل له دن وفيو بريفيو مثلا، بقدرش احدد ولا خطط ولا اعمل اشي؟ بلا، بتردي ترجعي على ايديت، مش انا طلعت من المجموعه قبل شوي، هيني ها هي عملت دن بس. اوكي بحكي وانا اعرض للبنات مثلا، لا انت تعرضي، لا خلال العرض بتقدري اذا فاتحه ايديت، اذا فاتحه ايديت، اما اذا مش فاتحه ايديت لا. لاحظي هسه هنا لو بدي اجي هسه ها بدي احاول اضبطهم في غلط عندي مثلا فلسطين كاتبها غلط لنفرض او اي شيء، احاول ها بحاول ما بقدر، لكن اذا ضغطت ايديت ماشي وبصير اعدل اللي بدي اياه. هيني هون مثلا بقدر اعدل على القلم، لازم اضغط على القلم وعدل مثلا هذا الباء حرف غلط مثلا، بحذفه او بعدله، برد اعمل دن. اوكي واضحه؟ شكرا. يلا نشوف كمان إشي. إذا نضيف رابط، ضفنا نص، ضف من نضيف صور. إما في طريقتين زي البروفايل، كيف يعمل بالبروفايل؟ إما بضيف من الكمبيوتر أو من اللايبراري. خليني أجي أنا عندي درس عن فلسطين، طبعا محضرة ملف عن فلسطين، مش راح أحط يعني أشياء ما لهاش علاقة بفلسطين. طب واحد بتحكي طيب ممكن بس كل مرة أجي أعمل صورة وأوبن صورة وأوبن صورة وأوبن، صعب. لا، إما بعمل كنترول وسي بحدد إن شاء الله 10 20 50 وحدة، أو كنترول وبعمل بصير أضغط وحدة وحدة، الطريقة اللي بتريحك أنت أو حضرتك أو حضرتك. بتضيفي هاي ثنتين ثلاثة 10 إن شاء الله 100 صورة، هاي بضيف، ولاحظوا وين رح يصير يحمل فيهن مباشرة، هايو شايفين، بس بيعتمد على سرعة الإنترنت. طبعا الإنترنت ما شاء الله عنا كلنا ضعيف فبده شوية وقت. فهي نضفت، شوفوا كم صورة، 1 2 3 هاي بدو، هاي أول صورة ظهرت، هاي كمان صورة، هاي كمان صورة، وبطلع لفوق قاعد، هاي كمان صورة، بيكون صور معبرة وممكن أكتب فوق النص مثلا لنفرض صح ولا خطأ أكتب لها، لنفرض هنا بدي أكتب مشان أوضح للبنات صح أم خطأ لنفرض، أو أجيب عن هذه الجمل بنعم أو لا لنفرض صح وخطأ. هذه مثلا أو هذا هو المسجد الأقصى، خاصة كثير حتى كبار ومتعلمين بخربشوا بين المسجد الأقصى والمسجد وقبة الصخرة ماشي.
مثلا صح او خطا. هاي الصوره حطيت لهم سؤال، باجي بعمل كود للبنت لطالباتي وبفوتوا وبتكتب لي فلانه وببين انه والله هاي جاوبته الاء، هذا ايثار، هذا فلانه، هاي علانه، وبشوف مين الصح ومين الخطا. اذا هنا الصور منين ضفتهم؟ من هون، ماشي، من اما من عندي من الكمبيوتر. هون ممكن انا كمان عامله صور عن بلدي مثلا، عن قريتي، صور قديمه مثلا، صور تراثيه مثلا بتمثل التراث، اشي من بلدنا، اشي من برا البلد، من فلسطين. المهم هاي كمان صور تراثيه، ممكن صور عن قريتي، ممكن اكون مجموعه مع بعض تعاونيه، مجموعه تعمل عن قريتنا مثلا الادوات التراثيه اللي تستخدم في القريه، مثلا العادات الاجتماعيه كذا كذا. هاي مثلا بضيف، مثلا عندنا كثير معارض بتصير، ممكن اعملها في كوليكشن. حلو اني اكون محتفظه في هاي الصور واعرضها لما تنعرض على باوربوينت وعلى LCD، بتكون إشي رائع طبعا، بتكون كبيرة. أوكي طيب، شو كمان ممكن أضيف؟ إذا صور إما من الكمبيوتر أو من اللايبراري، شفنا هاللايبراري. طيب البوك ماركس هاي حكينا، لو أضغط عليها الآن لاحظوا شو كتب لي، No items found، ولا إشي موجود. ليه؟ لأن جديدة أنا على الوكلت، لكن لو فتحت لكم حسابي رح تلاقوا إنه أنا إلي عدة بوك ماركس، ممكن فوق 1000 أو 1500 من فيديوهات ومن PDFs ومن صور وإلى آخره. إذا هاي مش ضرورية حاليا. بي دي اف شو يعني بي دي اف؟ اللي هو اي موضوع انا عملته كورقة عمل. هاي انا محضرة ورقة عمل كنت على الوورد عن فلسطين، لكن حولتها كبي دي اف. ولاحظوا لما ضغطت بي دي اف هون شو ظهرت؟ بي دي اف. فبعمل عليها open وبضيفها، قاعد بحمل uploading بي دي اف، يعني هاي ورقة العمل اللي مطلوب من الطالب تحلها. هايها ايوه. هسه واحده بتحكي طيب هذا الشكل مش عاجبني، ممكن اغير الصوره؟ ماشي، بعمل على القلم، بعمل ايديت ايمج نفس الطريقه، بغيرها لصوره حلوه مثلا تعبر عن الموضوع. بدك تخليها خليها، بس دائما احنا بنحاول نظهر الجماليات في الموضوع. هاي صوره للمسجد الاقصى. بالاخر شو بعمل كمان؟ ممكن هون هاي بي دي اف ما بدي اياها، لا خليها. طيب ماشي، عن علق عن فلسطين. اوكي اوكي، الان بعمل دن دن، يعني خلص بدي بحذفها نفس الاشي. اذا هاي منين جبتها؟ من هون. اذا ضفت رابط، ضفت نص، سواء بكتبه كتابي او بعمل نسخ ولصق كورقة عمل، كمادة اثرائية اضيفها لمجموعتي مشان طالباتي يرجعوا لها في اي وقت. ضفت صور اما من كمبيوتري او من اللايبراري، هاي بدناش اياها حاليا. البي دي اف هاي ضغطت عليها رجعني على كمبيوتري. هاي عندي كمان موضوع عن Palestine in English مثلا، ممكن أنا كمعلمة لغة إنجليزية أطلب منهم يقرأوه مثلا ويلخصوا لي، أو يكتبوا فقرة عنه، أو يرسموا اللي يتخيلوا لما قرأوا إشي عن فلسطين. يعني بأي طريقة أنا بخلي طلابي مبدعين، وهي نفس الإشي ممكن أغيره. طيب هسا بتيجي كمان شغلة معينة هنا. هاي إذا ملاحظين النقاط في زائد، إذا ضغطت عليها مباشرة كتب لي apps يعني تطبيقات، بيظهر عندي عدة أشياء، هدول مهمات جدا. هاي tweets اللي أنا حكيت عنها قبل شوي، اللي هو مربوط هاي منصة وكلت مع تويتر، بضغط عليها، لاحظوا وين بيوديني؟ بيوديني على تويتر. لازم أكون فاتحة حسابي على تويتر طبعا. You can now add, close this window. طيب الآن لو كتبت Palestine أو فلسطين بالعربي، أشوف مين كتب عن فلسطين، سواء من عنا عرب إنجليز إلى آخره، في شغلات يمكن هبل. طيب بدي أشوف هون هاي فلسطين يا تاج الروس بنفوسنا. لاحظوا هون هاي الصورة، لكن في دائرة بيضاء وفي زائد، لكن لو ضغطت شو صار لونها؟ أخضر. مباشرة بعمل آد. طب واحدة بتحكي طب ممكن أضيف أكثر من شغلة؟ آه، هاي واحدة، هاي لا ما بدي إياها، هذا لا ما بدي إياه مثلا،
بشوف هاي مثلا عن فلسطين برضو حكت، هاي بعمل ان شاء الله 5 6 10. كل ما اضيف لحظه بتكون دائره بيضاء فيها زائد، لكن لما ضغطت شو صارت؟ خضره، وهون صارت اد. اذا بديش بعمل كانسل، لا بدي اد بعمل ادنج، وراح يظهر اشاره تويتر عندي. مهم جدا اربط بين تويتر والويكلت. لاحظوا اذا اجى عندي، لاحظوا هي اشاره تويتر، شايفينها الزرقاء؟ وانا اللي كاتبه هي ام خالد. ابصر الله على الله، هو على مين ام خالد، من وين ام خالد، ماليش دخل بام خالد. المهم اني انا ضفت على الساعه 7:35 في ابريل تاريخ كذا، اوكي، وبدي بعملها لايك وممكن اعملها تعليق والى اخره. طيب الان اذا ضفت من تويتر، منين جبتها؟ هاي من هون ضفت، بس ضغطت كبست كتبت الموضوع اللي بدي اياه، ممكن بالانجليزي مثلا، اذا انا معلمه انجليزي وانا معلمه انجليزي كتبت فلسطين او جيروزاليم او بيت لحم او ريليجنز ان فلسطين الى اخره. هاي بشوف شو ممكن كاتبين ان انجلش، اي شيء. احنا هسه بس المهم تكساس نو، طبعا هم مش معترفين زي ما حكينا بفلسطين. لنفرض هذا، لنفرض هذا الموضوع هون، برضو عملت في الإنجليزي عن فلسطين. إذا هذا من تويتر، هذا من تويتر، ضفت هاي الصورة. طيب إذا هاي من وين جبتها؟ من هون، من تويتر. فيديو هذا اللي حكينا عنه، وعشان الوقت مش رح أحكي عنه فيما بعد، إن أحببت إن شاء الله نعمل بالتفصيل عن شغلات كثيرة، لأنه مهم جدا تعرف كيف تقدم لعضو وكلت وقائد وكلت وسفير وكلت بعد ما تكون نشيط على وكلت، وتحضر ويبينارات إلهم وتنشر على تويتر وتعملهم تاجات. فكل هاي الأمور ما بتخلص في يعني في لقاء واحد. يوتيوب اللي حكينا عنه او ما حكيناش، سوري، رح نحكي عنه. هنا بدي اكتب فلسطين، او باكتب، خليني في العربي مشان معظمكم يمكن عربي، فلسطين اد. أيوة مباشر هون، ما بدي أطلع من الوكلت وأروح أجيب رابط زي ما شفنا في أول الخيار وكذا، لا. هون مثلا هذا توني قطان بغني لفلسطين، لاحظوا بس ضغطت شو صار هون؟ أخضر. لاحظوا لما بعدت الأخضر ماله فاتح، لو أكبس هسه 100 مرة على آد ما رح يضيف لي إشي، لكن لما ضغطت اخترت، يعني بختار فيديو 2 10 20، هذا فلسطين أنت الروح، ممكن بديش طوني قطان، بدي هذا اللي بغني لفلسطين فلسطين أنت الروح، بدي أنزل هاي مثلا، بدي هاد بدي هاد، بنزل اللي بدي إياه بختار إن شاء الله فيديو 2 3 4. هسه أنا مش هختار إلا واحد عشان النت ضعيف، فاخترت أنا واحد وأجاني آد، أجاني آد مباشرة. لاحظوا هيو أجاني هون، أوكي، هاي هن الاثنين اللي اخترتهن انزلن. إذا هاي منين جبتها؟ لفيديو يوتيوب، ما اضطريت أطلع من الوكلت، ضغطت هون بعد ما اخترت تويت، اخترت لا الفيديو خليناه بعدين يوتيوب، لأنه الفيديو هسا بدي أسجل صوت وصورة وأرفعه وأرد أحمله وأحفظه عندي في المجموعة، فبده وقت كمان. اليوتيوب إذا ضغطت على اليوتيوب، كتبت في البحث وعملت على هاي مباشرة وأجاني الموضوع اللي بدي إياه. طيب جوجل درايف، إحنا كمعلمين وكمدراء وكمشرفين أكيد كلنا بنستخدم جوجل درايف، اللي هم نرفع عليه أعمالنا من باوربوينت من كذا. لاحظوا لما اخترته وداني على حساباتي، بختار الحساب اللي أنا مختاريته. برضو هون في غلط شكله، لا غيرت الليلة أشياء في الإعدادات. شايفين قد إيه مهم الواحد يحفظ؟ المهم المبدأ مش مشكلة، أنا بشوف فعل العلاج.
طيب مش مشكلة، عندي مشكلة في الجوجل. المهم إنه بختار أي شيء اللي مرفوع عندك على الجوجل، مثلا عندك ورقة عمل أو فيديو يوتيوب أو صور عن جوجل، بس تضغط عليها بيوديك مباشر على حسابك على جوجل، وبتختار اللي بدك إياه وبيجي مباشرة. ونفسها الون درايف، نفسها كمان الون درايف. أوكي، إذا جوجل ون درايف نفس الطريقة، بختار منهم الملف اللي بدي إياه وبختاره وبحطه. لهون ممتاز، هون الببليك عملناها، وهون changes saved، هون مهم. هسا أنا كيف بدي أودي هاي المجموعة لزملائي ولطلابي؟ زي ما حكينا في العرض، إما عن طريق copy link، باجي بس أضغط هون. الآن رح أودي لكم إياه على الشات، ورح ألاقي ناس فاتوا معي مباشرة على المجموعة. هيني بعثته، هيني 1 2 بسم الله، هاي وصلكم على الشات. وصلكم على وين؟ على الشات. إذا الكوبي لينك أنا وديته على الشات، على التيمز، على الفيسبوك، على الواتساب، على المسنجر، على مجموعتي، على صفحتي الشخصية، وين ما بدي ببعثه لزملائي ولطلابي مشان يشوفوا مجموعتي وعلقوا، وإذا بدي أطلب منهم يتعاونوا فيها. أو ممكن أبعث كود. هسا بدي أبعث الكود، أوكي، هاي عملت كوبي كود، بدي أبعثه مشان تتعاونوا معايا. ف رح نعمل هاي الكود، ياريت تعملوا له كوبي بيست. آلاء معاي؟ آلاء بيسام؟ آلاء؟ يا آلاء؟ مس صوتية. نعم، الله يعافيك يا هلا. نعم، عندي الشات مش شغال أو مش معطيني الأمر. مش شغال يا مس شوقي، الشات مش شغال؟ لا لا شغال. مش شغال من أول المحاضرة يا ست شوقي. طيب رح نقلكم الكود، معلش ما بعرفش ليه، لو حكيتوا لي من البداية اكتبوا الكود. اكتبوا شوقي. شوقي شغال، طلع عندي الكود شغال. أنا شفت ست رائدة كاتبة فعلا. تعرفوا انتوا مش فايتين يمكن في الحساب الرسمي. شغال شوقي. انا لما حتى الرسمي دخلت نفس الاشكال، بس يبدو انه التخصيص كان لنفس مؤسستك. لا هي ما ست رائدة مش مؤسستي. ما بعرف يعني، انا الحساب الحالي انا بزاري بس ما فتح كمان. طيب مش مشكلة، هي بنقل لكم يا ست ريال دي 3، وبدي اودي لست خلود كمان على الشات، بتبعث لكم اياه للي بده. بعثي لي اياه على الواتس، وانا ببعثه للمجموعه. ماشي، على الماسنجر بدي ابعثه. دي بالانجليزي دي 3، اكتبوا دي 3 8 يعني 3 8 دي 0 6 2 دي 0 6 2. هيني راح أبعث لك ياس خلود بس شوي. بدي أسأل سؤال، إحنا كل كوليكشن إله إنفايت ولا طبعاً طبعاً الإنفايت لكل كوليكشن. أنت عاملة مثلاً زي ما حكيت عن التعليم الإلكتروني يا ست رائدة، دورة عملتيها بدك تبعثي لمعلماتك يتفاعلن عليها، أو يضيفن مثلاً صور التقطنها أو رأيهن أو إلى آخره، فبتبعثي لهن كود المجموعة. بعثتلك يا ست خلود، بعثتلك يا عن مسنجر. ماشي ست رائدة، كل مجموعة إلها كود، طبعاً كود هيختلف من كود. نعم فهمت، شكراً كثير. العفو. إذن إما عن طريق الكود أو عن طريق الكوبي لينك. هسا بدي أشوف ناس بدهم يفوتوا مباشرة لو ما لهم مش حساب على الصفحة الرئيسية، يكتبوا أي متصفح وكلت يكتبوا ومباشرة يدخلوا الكود، وأنا بدي أدخل معكم كمان. هاي كوبي، وضحت الصورة شو بدي؟ تمام. عبير، استاذة عبير تفضلي. عبير طعمي رافعة ايدها، تفضلي.
هاي من قبل، بس بدي أسأل ست شوقية، يعني طيب. الكود بتغير كل ما أرجع أسكره وأرجع أفتحه زي النيربود والتطبيقات لا. الأخرى؟ لا التطبيقات الأخرى زي الكاهوت وهدول كل مرة بيغير، لا هذا بيضلوا نفس الكود نفس الكود. يلا أشوف أنا... الآن لو سمحتوا فوتوا على المجموعة نفسها عن طريق الكود، وإشي يضيف صورة عن فلسطين، إشي فيديو، إشي لو كلمة هيك مرحبا، المهم إنكم قاعدين بتضيفوا. طبعا ما ننساش تدخلوا في فورم مشان الشهادة، مشان نبعث لهم الفورم يعبوه، بس مشكلة مشان الشات اللي ما عندهم، مش شات بهمش اللي ما عندهم بتواصل معي. يلا شوقية ودينا الكود على الواتس. انو انت؟ انا يسرى غنام. مين؟ يسرى غنام معك على بس ما عنديش شات. طيب هيني بعتوا على الواتس على مجموعتي نحن المبادرون. يلا وديته مس شوقية يعطيك العافية. نعم. أنا عملت حساب على الويكلت، هلأ لحتى أقدر أفوت وأعلق وين أكتب الكود اللي بتحكي عنه؟ اطلع من حسابك، اعملي لوج أوت، اعملي لوج أوت هسا أنت، اعملي لوج أوت، خروج تماماً. ماشي. يلا، اعملي معاي. بس شوي علق لابتوبي. بعثت الكود لست خلود. وبعثته على مجموعتي الواتس نحن المبادرون. انتر كود. انتر كود، ممتاز. ايش هو الكود؟ اللي هو دي بالانجليزي 3 8 D 0 0 6 2. الدي والاي سمول لترز. كله سمول، كله سمول. تمام. فيش اي دي 3 8 8، يعني 8 مش اي. اها 8 و3. أسير شو نعمل؟ وديت لك على الواتس فتحته شوفه الله بعينك عشان يعني. الآن المفروض أشوف ناس ظهر عندي أسماءهم إنه شاركوا عشان نكمل على المجموعة كيف ممكن أغير بنمط العرض. مين دخل؟ شوقية لازم. نعم لازم انزل التطبيق على التليفون عندي. لا بس اكتبي لما دخلت الكود اعطاني get the free app. انت ما بدك get، خلص انت بس انتر كود، دوري وين انتر كود. ما انا حطيت انتر كود ودخلت الكود. طيب وبعدين خلص بتفوتي على مجموعتي، بتفوتي المفروض هون على المجموعة اللي عملناها مع بعض. واضح؟ فوت لأنه بيطلع عندي إشكالات. مين اللي بتحكي عفوا؟ هاي في ناس شكلهم ظهروا. هاي مين؟ هاي في عندي أسماء ظهروا إنهم شاركوا. أسيل، أبو زبيدة، مين كمان؟ مليكة عارضة، شوقية إتش، عندليب، وعبير توما. هيهم ظهروا عندي إنه بيّن إنهم شاركوا
بس وين مشاركتهم؟ نشوف أسماءهم، رح يظهر اسم كل واحد شارك عندي في المجموعة. مس شوقي أنا دخلت عن طريق الرابط عادي، ما كان عندي مشاكل. عادي ما فيش مشكلة. طيب شاركتي؟ شاركتي في المجموعة؟ طيب هس منشوف. ظهر عندي فوق بس بدي أشوف شو شاركتي أنت، صورة؟ أنشودة عن فلسطين، وكمان أجاوبت عن سؤالين. ممتاز ممتاز. طيب بدنا نشوف، بدي أغير بس المود. هيو شايفين، شوف شايفين الشاشة عندي؟ شايفين هالشاشة مع المين ومع المات؟ ألو؟ شايفين. ممتاز. هاي هون عبير توما، هيو بيّن. هلو، ودت لي صورة، مش مشكلة هسا ما لهاش علاقة في الموضوع، بس إنه لهاش علاقة بس هاي لقيتها عندي على طول. بهمش، مش مشكلة، المهم فهمتي. هاي أجاني إشعار أسيل أبو زبيدة added an item، بصير يجيني إشعارات كيف إشعارات الفيسبوك. هيو مثلا تنشوف مين كمان هون. هاي عندليب دراغمي، يسعد مساكم، يسعد مساك يا أستاذ عندليب. شايفين صار يظهر عندي كل شخص شو بعث هنا. مليكة عارضة، هي أغنية الأرض لنا والقدس لنا. ممتاز، يعني صار عندي مجموعة غنية وثرية جدا. أنت بتقدر تخلي طلابك يتفاعلوا، حتى الطالبات الضعاف هنا بتنشط. وهي كمان أجاني أسيل أبو زبيدة أدد أنوت، بعثت كمان إشي هنا. مين مجاوبة؟ هذه قبة الصخرة. خطأ مثلا، في حدا مجاوب بس الاسم مش ظاهر لانها طالعه لفوق، مش مشكله. فهي صار في تفاعل. اذا لاحظوا هون كمان فوق، اذا ملاحظين هون على البرتقالي والاسود والرمادي، هذول كل الاشخاص اللي شاركوا معي في المجموعه. فانا هون بعمل تشجيع وتحفيز للطلاب، لزميلاتي، إشي بتضيف صوره، إشي فيديو، إشي بتجاوب ورقه العمل، ممكن هم نفسهم يعملوا. اوكي طيب، إذا هاي عن كيف أتفاعل. ممتاز جدا. طيب هنا إذا ملاحظين هاي نقطة ما حكيناهاش، لاحظوا هون إذا بدي كيف طريقة العرض، إما هيك صورة بحد صورة، أو زي قبل شوي كانوا صورة ورا صورة، بضغط هون. لاحظوا إذا ضغطت على هذا على السهم بيطلع لي ميديا فيو، اللي هو هذا دائما بيكون موجود في بداية أي كوليكشن. شو ميديا فيو؟ يعني ورا بعض ورا بعض. شايفين كيف؟ هاي صورة عبير توما. بقدر أنا أعرض درس كامل والبنات يتفاعلوا معي زي أمير وغيره. طبعاً طبعاً. أكيد أكيد يعني طبعاً. من بداية الحصة بعطيهم الكود وبقدر هم يعني يعملوا معي، يدخلوا أسئلة وغيره. صحيح. هسا بحاول أفوت لك على مجموعة من مجموعاتي إن شاء الله، وتشوفي كيف أنا عاملة. مثلاً هاي كمان أسيل ضافت إشي، هاي لمليكة حاطة مثلاً وحدة السابعة على التوجيه، حطيت في قطع، حطيت شرح فيديوهات لأساتذة معينين، حطيت لهم مادة إثرائية، حطيت امتحان، حطيت ورقة عمل، حطيت ألعاب إلكترونية اللي بطبقها معهم على الكويزز وعلى الفورمز وعلى الورد وول وعلى اللينيوت وإلى آخره. يعني أنا بثري مادتي بأي شيء. المدير ممكن يعمل كوليكشن للغياب، كوليكشن لإنجازات المدرسة، كوليكشن لمجلس أولياء الأمور، المشرف، تقارير المعلمين، الرياضي، ربة البيت، الطالبة، ممكن الطالبات يعملوا مجموعة للعلوم مثلا، امتحاناتهم، إنجازاتهم، أوراق العمل، صورهم، لكل إشي. شايفين هنا هاي بس مش توفية. نعم. إذنك بس شوي، لأنهم بيبعتوا لي على المجموعة في بعض المعلمين ما عندي مش ضابط مع هم يدخلوا على الكود. ما بعرف شو عندهم. بس في أربعة
بس تحكي لهم يا ست خلود إنه فقط لو ما لهمش حساب يفوتوا عاي متصفح يكتبوا وكلت بالإنجليزي نكليهم إملاء هذا WAKELET بس ما يروحها ساين أب ولا يروحها على أي ساين إن في بحدهن قبلهن إنتر كود فقط إنتر كود يحطوا الرقم بالضبط بس ما يخربشوش ولا برقم إذا خربشوا ما يفوتوا وبس ويكتبوا اسمهم يكتبوا اسمهم ويفوتوا بيضيفوا أي شيء هون مثلا هاي أسيل أبو زبيدة هايها كاتب موجز لتاريخ القضية الفلسطيني ممتاز جابت لنا موضوع له علاقة في موضوعنا مثلا ممكن أنا هون مثلا هاي أماكن مثلا في بلدنا هاي أنا مصورتها مثلا أو باخدها من صفحات ممكن أطلب من البنات تكتب لي مثلا موضوع عنها أو قارني بين أجيب لها صورة قديمة للبيوت القديمة ماذا ترين في هذه الصورة أو قارنة بين البيوت القديمة والبيوت الحديثة وما إلى آخر يعني أي شيء أنا بقدر أتفاعل مع طالباتي فيه فهنا إلي عدة طرق إني أفعل طالباتي أو زميلاتي لاحظوا هون هاي الأسماء اللي موجودة أوكي طيب هون هاي الصور اللي ضفناهن هاي الأغنية اللي ضفناها كمان فعندي عدة أشياء ممكن أشارك فيها إذا هاي منين جبتها من invite دعيت إلها زميلاتي أو طالباتي عن طريق إما الكوبي لينك أو عن طريق الانتر كود الكوبي كود سوري وعطيتهم إياه هيني بس ضغطت عليه دخلته ممكن أعمل دن خلاص خلصت أنا دن يعني خلاص اليوم شغلي وبكرة برجع أو بعد أسبوع بعد أسبوعين لاحظوا قدي صار عندي هنا 37 آيتم يعني 37 عنصر من فيديو من صورة من PDF من ورقة عمل من أي شيء هدول كلهن الموجودات في داخل مجموعتي one view يعني مرة بس حدا شايفها لايك واحد بس حدا عمل لايك هسا الحلو هون إذا ملاحظين هون في سماعة هي كمان بتساعد على القراءة الإبداعية مشان القراءة الصحيحة خاصة للغات ممكن أضغط عليها ويقف ممكن نسمع اللي هو هذا الريدر القارئ خاصة للطلاب الضعاف ممكن بيحسن القراءة عندهم إذا في عندي نص بدي يقرأوه مثلا أي immersive reader القارئ الشامل هاي play هاي اللي هي يعني تشغيل read aloud is not currently available for the language هنا لأنه اللغة عربية فمش داعم اللغة العربية لكن لو لغة إنجليزية مجرد ما أضغط هنا play مباشرة بصير يقرأ لهم أشوف إذا في إشي إنجليزي نص إنجليزي ونجرب كيف بقرأ لنا إياه إن شاء الله بيطالبوا إنهم يدعموا باللغة العربية وإن شاء الله بصير إذا هاي الأشياء اللي أنا ضفتها هاي إنجليزي هذا إنجليزي بس ما في عنده الإشارة طيب إذا برجع لطريقة العرض بعمل إيديت مشان أغير بطريقة العرض دائما أي إشي بدي أضيفه بدي أعدله بعمل على إيديت بعد يوم يومين وانت ما بدي ابعثي لهم رابط الحضور ست خلود لو سمحتي حاضر ولا يهمك هلا ببعثه على المجموعة لأنه هون التشات مش ضابط طيب ماشي لا هو ضابط لبعضهم ابعثي هون ايه خليها تبعث لنا اياه على التشات عالتشات تبعثي يا ست خلود للي بيعرفوا واللي بيعرفوش بتواصلوا معاي ومعاكي نبعث لهم إياه
عشان الشهادات رح توصلكم على الإيميل مباشرة. لاحظوا هنا، إذا هاي طريقة العرض حكينا عنها ورا بعض، هاي كومباكت يعني يعني مضغوطة، شوف قديش صار صغار تحت بعض. هنا الطريقة الثالثة إنه جريد فيو، يعني بحد بعض كل صورتين أو كل موضوعين أو كل تو آيتمز بحد بعض، شايفين هاي الطريقة اللي بتحبيها. هنا مود يعني زي معرض، لاحظي كل الأشياء اللي ضفتها أنا زي كأنها معرض، خاصة لما تكون كثيرة. فحلو هنا شوفي صورة صورة كتابة. بدي أغلبك، في مجال عند اسمي جنب اسمي لما تعمل العرض للأشخاص، عند اسمي عند ثلاث نقاط حطيني مقدم. يلا حاضر، بلكة بين عندي التشات، لأني أنا مش حابة أحط على المجموعة مش كلهم اللي في المجموعة مشاركين. صحيح صحيح. هاي تفضلي، هاي يوميار بريستر. نعم نعم، إيه لو سمحتي منع يدخل عند الرمز. ليه؟ مين أنت؟ رحيق. رحيق حبيبتي، أول إشي اكتبي على جوجل أو فايرفوكس أو أي متصفح، اكتبي بسوت لك كتبتي الرمز 100% صح؟ بس ادخل الرمز. لا جيت ادخل الرمز اكبس عليه بدي اكتبه، ما اجت لي لوحه المفاتيح وما ردي يكتب، يعني ما لحقتش اكتبه. طيب استني هسه بود برد نقلك اياه، انا بدي ابعث ارد بس الشات عن اذنك شوي، عفوا الرابط في الشات عشان اللي موجودين يعبوا، واللي بيضلوا البعض بيتواصلوا معي ومع ست خلود ان شاء الله. هاي رابط الشهادات، أول إشي عبوه عشان ما تنسوهوش. تكتب اسمك باللغة العربية الثلاثي مظبوط والإيميل صح مباشرة، بس تكتبي بتوصلك شهادتك إن شاء الله على الإيميل. وإذا في أساتذة طلعوا يا ست خلود بتعرفيهم بتتواصلي معهم لو سمحتي. ست رائدة هي موجود على الشات، موجود. أنا الأسماء المعلمين اللي عندي أنا عرفت منهم، ما فبرح أبعث لهم إن شاء الله. إيه وأنا عندي ما هو بنزل الأتندنس إن شاء الله، أي حدا حضر وما ما عبا بنتواصل معه. نسينا نحكي يعني بنشكر ست خلود على دعوتها إلنا لتدريبكم على الويكلت، وإن شاء الله بتمنى إنكم استفدتوا من اللقاء وتطبقوا. هسه حبيبتي اللي بتحكي رحيق، إيه اكتبي معي ويكلت، ردي اكتبي ويكلت واعملي. طيب نقليني اللي كتبتي الرمز، نقليني يا انت، نقليني ما لحقت اكتبه، ما كتبته لانه ما تجي اخذ المفاتيح اضغط على الرمز تاجي اكتبه. انا لا احتفظت فيه بس ما طب هسه ايه اعملي معي، هسه اعملي اكتبي على ويكلت، اكتبي ويكلت وانا راح نقلك اياه. يلا تفضل. يلا دي بالانجليزي، 3-8 بالانجليزي برضو كله انجليزي، وبعدين دي كمان، وزيرو صفر يعني زيرو، وسكس تو يعني 7 ارقام لازم. حاول الان وشوفي بعد ما تيجي بكلك اكتبي لي. الله يسلمك، اكتبي اسمك صح؟ ايوه اكتبي اسمك يا رحيق، لازم يزبط الا يزبط. لاحظوا هاي كل الناس اللي كتبوا، هاي عبير وكوثر عمر، هاي اضافت صورة هنا باليستاين، في حدا ضاف اشي بالانجليزي، مين هاي؟ اسيل ابو زبيدة، هاي اضافت، كل حدا ضاف بيبين اسمه. شوقية عن مس أبو زبيدة، هي معلمة بالمرحلة العلمية عنا بالمدارس أريحة، ما شاء الله عنها من المعلمات المبادرات والنشيطات. ما شاء الله مبين، ما شاء الله، الله يوفقها. يعطيك العافية، الله يعافيكم. يعني هاي أهم الأشياء، إحنا يعني ست خلود في أشياء كثير لسه ما حكيناهاش، في عنا كيف تقدم لعضو ويكلت وقائد ويكلت وسفير ويكلت، وكيف تعمل سبيس كمان
في أشياء تعمل سبيس وتتشاركوا برضو فيها، مثلا أشياء مثلا مش منهجية، مثلا عن يوم الأرض أو يوم الطفل الفلسطيني أو عن يوم المرأة العالمي أو كذا، ممكن كمان نعمل هاي عليها ورشة ثانية إذا حبيتوا إن شاء الله. وهيك بتمنى إنه استفدتوا تطبقوا، أهم إشي التطبيق العملي، يعني لو أخطأتوا مرة ثنتين ثلاثة مش مشكلة، المهم إنكم تبدعوا فيها. وكيف تغيروا من نمط تفكير الطلاب، يعني الطالب شفتوا طالباتي يعني وهن مبتدئات لسه بدين يعملن مشروع مشاريع للعلوم للأحياء للإنجليزي، أنا ما شجعتهم فقط لمادة اللغة الإنجليزية، كمان حتى شجعتهم عملوا للدين، عملوا للعلوم، عملوا لأي مادة هم بيحبوها، عملوا أشياء لمنهجية، وعمل لهم مسابقة للكتاب الإبداعية ببداية فيروس كورونا، أفضل مشروع على الويكلت عن مشروع عن وباء كورونا، وعملت لهم شهادات وكتبوا أشياء إبداعية من كتابتهم وأشياء جاهزة، فأنا بقدر أشجع طلابي بأي طريقة. طيب في نقطة أخيرة حابة أحكيها هون، اللهم صل على سيدنا محمد، رح أرجع. إذا هون خلصنا، هون بدي أرجع، أنا بحب هذا المود عموما اللي هي كل صورتين بحد بعض. هس واحدة بتحكي ممكن ست خلود تيجي تحكي لي، بس يا ست شوقية والله أنا مش حابة أبدأ بحكي وبعدين صورة، خليني أجيب هاي الصورة مثلا قبل الحكي. شوفي يا ست خلود والحكي للجميع، باجي بحمل هاي، شوفوا شوفوا قاعد كيف، بس السحب والإفلات زي ما بحكوا، بجيبها هون هون فوق تحت وين ما بدي بعملها، حطيتها هون ماشي، هاي بديش إياها مثلا بعدين بحذفها، باجي بحطها تحت 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 لأني شفتها فاضية، شوفوا قاعد بسحب فيها لآخر إشي وبعمل بالآخر إفلات. أوكي طيب يعني في طريقة ثانية، كتابي وأنا حرة أو مجلتي اللي حاب الجميع يتصفحها وأنا حرة فيه كيف بدي أعرضها بالضبط، يعني أنا برتبها مشان تطلع منظمة ومرتبة. في طريقة ثانية كمان، لاحظوا هنا لما أأشر على أي صورة أو أي نص أو أي فيديو بيجيني هدول الخانات، هدول لاحظوا هون move to the top، يعني بدي أخليها لفوق، لاحظوا وين أجت هون. طيب هون move up لفوق برضو، هون لتحت، هون للأسفل تحت تحت تحت، بجوز رجعت هاي لفوق وهذيك لتحت، هاي طرق عديدة لتحريك المجموعات. طيب في طريقة ثانية وأسهل، هون لاحظوا هنا إذا ضغطت هون فتحتها صارت خضرة فصاروا صغار، سهل علي. هاي مثلا مجرد شوفوا برضو نفس الإشي، سحبوا إفلات، هاي بدي إياها هون، هاي بدي أحطها هون، سوري هاي هون هاي هون، برضو بغير وببدل بالطرق اللي بدي اياها، يعني عدة طرق اللي لاني احرك هدول الاشياء الايتيمز اللي انا ضفتها، بديش خلصت باجي بسكرها. طبعا هاي فقط ايزي ريكورد ريوردر مود اللي هي ريوردر يعني اعاده ترتيب، بس افتحها لاحظوا اذا مسكره ها قديش بحاول بقدرش، لكن لما تكون خضره لما افتحها وتكون خضره هينا شوفوا شو عملت ماشي. طيب الآن هنا بدي أجي على هاي، لاحظوا أنا عملت لكم هنا سامحت لكم تعملوا شير، يعني هسا أي حدا بيقدر يعملها شير، طبعا المجموعة مش مرتبة زي ما بدنا هاي للتدريب، ممكن أعمل مجموعة أخرى مرتبة أفضل وشاركها مع طالباتي، لنفرض هنا مفتوحة تقدر تشاركيها عندك كوبي، يعني تنسخيها وتلصيقيها عندك في مجموعاتك، لكن إذا مغلقة قد ما تحاولي بتقدريش، أنا بدي أخليها مفتوحة. هون كمان كولابوريشن لاحظتوا إنكم قدرتوا تضيفوا وتعدلوا وتحذفوا واللي بدكم إياه لأنها مفتوحة، لكن إذا مغلقة برضو مستحيل. فأنا إذا بدي أخليهم يشاركوا معنية يشاركوا، إذا معنية هاي المجموعة ما حدا يخرب لي إياها بسكر هذول، ها سكرتن خلص. لنفرض أنا هسه خلصت وبديش إياها هاي المجموعة لأنه في أشياء خرابيش مش زي ما بدي، شو بس بعمل delete collection، خلص delete تروح بالمرة. فهاي من وين جبتها؟ من هون من الإعدادات، بالإضافة لإني بغير الخلفية زي ما حكيت وكل هاي الأمور. بتمنى هيك إن شاء الله إن غطينا أهم الأشياء، والأشياء الثانية اللي حابب يكون عضو وقائد وسفير ونعمل سبيسز ونعمل تعاون أكثر في المجموعة 100%، هذا مجرد تدريب أولي إن شاء الله في لقاءات أخرى.
إذا في أي سؤال الآن تفضل. يعطيك ألف عافية مشوفية. الله يعافيكم. أنا طبعاً استفدت منه أكيد، ورح نكمل إن شاء الله للمرحلة الثانية ونستفيد أكثر وأكثر ونتوسع أكثر وأكثر، وإن شاء الله خير. وأنا بتواصل كمان مع معلميني إذا في أي تعليقات أي إشي رح نبعث، ونبعث محضر أو تغذية راجعة عن هذا اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله. وشكراً إليك يا ست خلود على الدعوة، وشكراً للمعلمين وإذا في مشرفين وللمعلمات وللطالبات كمان الرائعات اللي شاركونا، وبتمنى إنكم فعلاً تستفيدوا، ياريت التطبيق العملي للاستفادة الأكثر. وشكراً إلكم. أستاذة مريكة تفضلي رأيك. تفضلي يا أستاذ. بس حاب أشكر حضرتك طبعا والأخت منظمة اللقاء، وما شاء الله عليك مع كل مرة بتبدعي في وكلة صراحة يعني. الله يرضى عنك يا أستاذ محمد، وشرفتنا والله. الله يشرفك. من فضل الله عز وجل سبحان الله بحضور يعني لقاءاتكم، إن كان حضرتك أو الأستاذة فريال أو كل الأحبة يعني بفلسطين، حصلنا على لقب السفير آخر الشهر يوم 31 يعني. ما شاء الله، فعلا ألف مبارك. أنت فرشت أخذتها ما شاء الله عنك يا أستاذ. سبحان الله، يعني الفضل لله ثم لحضراتكم، يعني تعلمنا منكم واستفدنا يعني، ولقاءات حضرتك كمان يعني فعلا، والباور اللي بتعرضيه في الأول البرزنتيشن صراحة يعني أكثر من رائع. الله يرضى عنك. كل شيء يعني، فكل الشكر والاحترام لحضرتك وجهودكم والله، معلمات فلسطين الرائعات. الله يحميكم فيكم ويسر أموركم ويفرج كربكم يا رب. آمين يا رب. وأشكرك على الحضور وعلى إطراءك. شكرا لك أستاذ محمد، وألف مبارك كمان مرة للسفير، وبنتمنى كثير من طلابنا ومعلميننا كمان يحصلوا على سفير وكلت. تفضلي أستاذ مليك. شكرا لك ست شوقية، يعطيك العافية عن جد، معلومات إثرائية جدا يعني، مع إني أنا بعرف ويكلت بس كثير يعني في شغلات اليوم ركزت عليها كثير. حبيبي بس عندي سؤال يعني. ايزي ريكوردر مود يعني بعد جهز الشغل خليه يعني شغال ولا كيف يعني للطالبة؟ طبعا يعني خليه طبعا شغال، ولما تعملي ايديت بدون ايديت ما رح تقدري في الايزي ريكوردر. لاحظي هنا انا بدي اسكره وبدي اطلع، هاي نضن عملت يعني انهيت شغلي في داخل المجموعة هيني. بس شوي الآن لو بدي لاحظوا هسه، بس شوي ما حكيناش عن النوتيفيكيشن 100%. لاحظي الآن لو بدي أحرك ما رح، شوفي قاعد بحاول بشد مش قادرة أحركها. ليه؟ لأني مسكرتها. لكن بدي والله ست مليكة بعد ما خلصت قالت لا شو هذا الخرابيش هنا، هاي بدي أخليها بالآخر. فباجي بعمل إيديت مباشرة على إيديت تحرير، أي شيء بدك تعملي فيه تعديل لازم تحرير، وباجي على الإيزي ريكوردر بفتحه كمان، لازم أفتحه لأنه بدون ما أفتحه ما بقدر، وبعمل تحريك. لاحظي ها، شوفي هسا كيف صرت أحرك وين ما بدي، فوق تحت هون اللي بدي إياه. خلصت بسكر الإيزي ريكوردر مود وخلص، وخلصت بعمل دن، وطبعا هيني عاملتها بابليك. بس هون يا ست مليك نسينا نحكي هون خطوة إحنا حكيناها، بس خلينا نشوفها عمليا لأنكم هسا اشتغلتوا في المجموعة. لاحظوا زي النوتيفيكيشنز تبعات الفيسبوك، والله مليكة and five others added items to the collection، في مليكة وخمسة كمان ضافوا أشياء على هاي المجموعة اللي المعلمة شوقية عملتها، فلسطين روح الأمة الوحدة الرابعة للصف السادس. في أسيل أبو زبيدة كمان رياكتد هنا يعني تفاعلت، يعني حطت لايك، حطت قلب حب whatever. إشعارات رياكت بدي اكسباند هنا، شايفه اذا في كمان ناس معلقين كل هاي الاشياء بتبين معي هنا. زي ما حكينا النوتيفيكيشن هنا اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، النقاط حكينا عنهن للبروفايل. لاحظوا شو بدي اعمل فيه البروفايل تبعي، يعني صورتي الشخصيه اللي الي، ممكن اضيف صور، ممكن اضيف معلومات عنها. شوفي كيف حكيناش لأني معنية بالكوليكشن أكثر بصراحة، لأنه ما بخلص صدقا في لقاء واحد. الآن لاحظي هنا إس، أيوة شوفي إس، شو هاي إس وهيك بير يعني عارية. ممكن أعمل إيديتينج كمان، إيديتينج للبروفايل برضو بغير صورتي هون، ممكن أعمل صورة معينة، بختار صورة
إما صورتي لما صورت سفيرة ويكلت whatever. لاحظي وين بوداني على كمبيوتري. لنفرض أنا بدي أحط هاي الصورة يعني صورة كبة الصخرة أو صورتي لما حصلت على شهادتي للويكلت سفيرة ويكلت قائد وسفير مثلا. هنا بدي أغير الصورة حسب الإنترنت طبعا ضعف النت أو قوته. بقدر ست شوقية أعمل فولور أو فولوينج لأي شخص؟ طبعا طبعا إذا عارفي اسمه على الفيسبوك بتقدري تعملي مباشرة. أوكي على الفيسبوك يعني هو مرتبط بالفيسبوك؟ لا هو مش مرتبط بالفيسبوك هذاك. انت بتقدر تعمل حساب على الفيسبوك اذا بدك بس هو اذا له حساب على الويكلت مثلا والله شوقي ما لهاش حساب على الويكلت ودوري علي ما راح تلقينه. بس اذا انا الي مثلا انت عارفه والله ست شوقي بس انا مش عاملت لها متابعه ببحث عن اسمها لكن شرط تكوني عارفه شو مسمي حالها على الويكلت. اوكي الان كمان ممكن اعمل هون المفروض هنا طبعا معلش اللابتوب بيعلق قد ما في ما شاء الله ملفات. هنا كمان نفس الخاصية بغير الصورة حكيت اسمي هنا بغير هذا الاسم إذا مش عاجبني مثلا بغير هنا بدي أحذف هدول بدي أضيف بدي أكذا بحذف هنا بزيد هنا زي اللي هي الزائد اللي بضيف هنا حسابي على الفيسبوك هاي حسابي كيف بدي اعمل ان شاء الله خلصنا هاي حسابي بدي افتح حسابي انا يعني حساب شوقي مش حساب الفيسبوك بشكل عام معلش ضعيف جدا هاي الفترة شوقية يعطيك العافية الله يعافيك يا هلا حياك يا الله الله يسعدك لو سمحتي بدي سؤال بس بعدت بيت النموذج عشان الشهادة هلا بعدته على ومش عارفة مش هو المفتوح على الجهاز يعني إلي إيميل تاني بالغلط ما برسل النموذج غير مرة واحدة كأنه طبعا تقيد برد واحد تقيد برد واحد خلود طيب تواصلي مع ست خلود وست خلود تتواصل معي وبفتح لك اياه ان شاء الله. اذا هون ضفت رابط حسابي على الفيسبوك هيني برد اروح على تويتر على سكايب الى اخره الى اخره وبعمل سيف بعمل سيف. لاحظوا هنا ظهر ايش الاف اللي هي الفيسبوك. الان هنا بعد شوي اذا حكيت هسه خلص يا ست خلود راح نحكي اشياء كثيره وقاعده بحكي فيها على السريع مش راح يستوعبوها. في المرات الجايه ان شاء الله بنحكي عن هاي الصفحه تبعت البروفايل. خلصت اشياء كثيره بعمل ابلاي يعني تطبيق وخلص بعمل اللي بدي اياه. بدي برد اعمل تشينج بروفايل هون اللي هي للصفحه العاديه بختار اي صوره مثلا هاي فلسطين في القلب طبعا بكون محضره صور او صورتي الشخصيه او شهادتي. اخر إشي بعد ما خلصت وعدلت وضفت معلومات هنا بكتب مثلا اللي بدي اياه هاي اشياء شايفين انا وانا 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 ومعي شهاده ومعي انجاز ومعي كذا. خلصت بعمل سيف بعمل ايش سيف وهي كل تشينجز سيفد وهي اول مجموعه عندي صار فيها 40 ايتم وبخلص هيك. اذا بدي اخلص بعمل لوج اوت. شو يعني لوج اوت؟ يعني خروج
وخلاص إذا بدي أخلص. هاي كلنا إذا بدك تغير حسابك هنا الإعدادات وهنا سبيسز برضو ما حكيناش عنها لأنه ما فيش مجال الآن نحكي، وهاي اللي حكينا عنها على البروفايل. بدي أرجع لاحظوا هنا شو صارت الصورة، اتغيرت هي صارت الفلسطين في القلب ظهرت بدل ما كانت إس بالإنجليزي. بدي أرجع الصفحة الرئيسية الهوم اللي هو هنا في الشغل، لاحظوا صار عندي كوليكشنز نمبر 1، صار عندي بوك ماركس اللي هي الفيديوهات والصور والبي دي إفس وإلى آخر 11، جروب كوليكشنز 1 لأنكم تفاعلتوا معي فيها. بدي أعمل بكرة مثلا مجموعة ثانية، برد أكبس مجموعة ثانية نفس الخطوات، بعمل صورة وبعمل عنوان ووصف وبرد أزيد 1 2 3 وهكذا، وبغير برايفت إلى بابليك وضن وإنفايت وإلى آخره وكل هاي الأمور. يعني أنا بعمل أكثر من مجموعة، لو بدي في اليوم بعمل 20 مجموعة. لاحظوا هون لأن ما سميتهاش شو ظهر عندي، أنا مش معنية الآن أعمل مجموعة أخرى، بدي أحذفها. لاحظوا أفتح عن اسمك شوية مس شوقية، يعطيك العافية. بس بدي أرحب الدكتور عزمي لأنه دخل معنا على اللقاء، ومدير التربية أريحة. أهلا وسهلا دكتور. الله. أهلا وسهلا دكتور عزمي، وشرفت كثير يعني بشكرك جدا على حضورك. بارك الله فيكم، يعني شعور بالفخر والاعتزاز بكل فكرة بكل مبادرة بكل صورة ممكن إنها يعني تعمل شيء. كل احترام شوقية، كل احترام خلود، يعني تحياتنا لكل معلمي المرحلة إن كانت من أريحة أو إن كان من باقي المحافظات. يعني هاي صورة كثير رائعة جدا إنه يعني يكون في عندنا مشاركة وعندنا يعني دور فاعل من خلال يعني برنامج الزوم أو أي برامج أخرى ممكن تعطي يعني صورة عطاء متواصل، انه يكون في عندنا يعني افكار ومبادرات ممكن تنم على يعني على عمل يعني عمل ذات افكار جديده ويعني ذات برامج جديده، ووضع معلمينا بصوره كل المستجدات التربويه اللي ممكن يعني تظهر يعني دائما، خاصه في هاي المرحله يعني تتطلب منا دائما تكون في عندنا يعني ساعه معرفه كامله اللي بدور حوالينا، وال يعني البرامج جديدة والمستجدات التربوية كان على مستوى الوطن أو على مستوى العالم. تحياتي لكم، يعني شكرا شكرا، يعني كل تقدير واحترام لأخت المشرفة التربوية الأخت فلود، وتحياتنا للفريق الرائع جدا يعني من المعلمين، كل مدرب والمدربة طبعا أخت شوقية، كل احترام لك وتحياتنا للجميع. وبتمنى إن شاء الله يعني هذا البرنامج إن شاء الله يعطي ثمار نجاح من خلال عمل زملائنا وأخواننا في الميدان التربوي. شكراً لك، ونشكرك جداً على حضورك وعلى إطراءك وعلى دعمك يا دكتور، ولنا الشرف في حضورك. يعني ما شاء الله عنك، أنت داعم يعني للجميع دائماً، وما شاء الله الله يوفقنا جميعا، وإن شاء الله نسأل الله يكون صدق عنا لأنه زكاة العلم نشره. وإن شاء الله بتمنى من زملائي ومن طلاب إنهم يطبقوا عمليا وفعلوها، لأنه عن جد أثبتت إنها جدارة وإلها ثمار يعني ممتعة ومفيدة للطلبة للمعلمين للمدراء للمشرفين للجميع. شكرا لكم، شكرا لست خلود على الدعوة الكريمة، شكرا لكم للحضور جميعا كل باسم اسمه ولقبه. شكرا لك أخت شوقية، تحياتنا للجميع. الله يعافيكم، حياكم الله، وشكرا لكم. لو سمحت تبعثين لنا الرابط على المجموعة لأنه ما ظهر الشات عندنا. بعثنا مين أنت؟ جمانة. ماشي ببعث لكم، ماشي توكلي على الله. ابعثي لي بس على المجموعه اسمه بادرون معاكي، ما احنا يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكم، وان شاء الله انكم تطبقوا عمليا مباشره. شكرا لكم، واسفه على الاطاله، بس صدقا يعني بده لقاءات، هذا مش لقاء واحد، ففي شغلات كثير ضال ما حكيناهاش، لكن ان شاء الله بيكون لنا فرصه نحكيها في لقاءات اخرى. شكرا لكم جميعا. إذا في أي سؤال، ميسم تفضل. ميسم وفي رهف،
تفضلوا. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. كنت بدي أسألك إنه هاي المنصة ليش مش يعني موجودة عنا بالمراحل الدراسية، ولا هي موجودة بالفعل؟ المنصة هي حبيبتي مش بالمراحل الدراسية، هاي بصراحة احنا في ظل جائحة كورونا استفدنا منها الحمد لله، وصرنا نتفاعل مع خبراء سواء محليين او عالميين، صرنا نسمع عنها. هي احد ادوات مايكروسوفت عموما، اذا بتسمع مايكروسوفت اوفيس 365 اللي منها التيمز ومنها الباوربوينت ومنها الوورد ومنها سوي ومنها هاي الاشياء، هاي واحدة منهن. واحد منهن هي منصة تفاعلية تطبيق، فإحنا سمعنا فيه بصراحة حبينا، بدينا أجانب نفسهم تبعين بريطانيا صرنا نستوعب شيئا فشيئا. أول شيء ما كانتش الرؤية واضحة، صرنا نحضر مع خبراء سواء من الوطن سواء من برا، من مصر، من الإمارات، من هون من هون، بدينا نتدرب، بدينا نعمل كوليكشنز مجموعات، والحمد لله بعد ما إن كنا زيكم أول مرة بنسمع ومتدربين، بفضل الله الآن أصبحنا مدربين، وأنا أدربها عليها الحمد لله، سواء دربت فيها في أندونيسيا، في الهند، في الوطن هنا، في ليبيا، في تونس، في فلسطين، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وبفضل الله حصلنا على عضو، صرت عضو في هاي المنصة، ثم قائد، ثم سفيرة، ومع طالباتي الحمد لله في 3 طالبات صاروا سفيرات وكلت، وللأسف مش الكل متفاعل أو متشجع، لكن أنا بشجع الكل سواء طالبات ولا معلمات، مديرات، مشرفات، معلمين، إنهم يتفاعلوا معاها، وراح يشوفوا الفرق بتنظيم عملهم وبتفاعلهم سواء هم أو الطلبة، لأنها عن جد مفيدة، عن جد بتنظم شغلك، بدل ما أنت كمعلمة إنجليزي أو علوم زي ما حكيت في السابق كنا ملف للمادة السمعية ملف كذا، لا أنا بعمل مثلاً كوليكشن مجموعة لوحدة كاملة، هاي الوحدة فيها قطعة مثلاً أنا كمعلمة إنجليزي بحط فيها قطعة الكلمات، القواعد، مادة إثرائية، فيديو، صور الطالبات ممكن في الأنشطة، فأي شغلة أنا بقدر أضمنها، ما صارش مجال إن أعرض لكم من شغلي الجاهز عشان طولنا، لأن معنية أوصل كيف تعمل مجموعة وكيف تخلي طلابك وزملائك يتفاعلوا معك في المجموعة وكيف تنظم شغلك، فإن شاء الله في مرات ثانية رح يكون تكون الرؤية أوضح بإذن الله، فأنت ممكن تفعليها في المرحلة. شكرا لك والله، يكثر من أمثالك. آمين جميعا إن شاء الله، وبتمنى إنكم استفدتوا، وأكيد يعني مش الواحد من أولها رح يتقنها، بدك يعني تحضري مرة ومرتين وثلاثة، والتسجيل إن شاء الله ببعثه 6 خلود إذا بتحبوا كان تأخذوا منها، ممكن كمان مرة ثانية تحضروا وتطبقوا شيئا فشيئا، يعني إذا في أي سؤال يا ست خلود عشان ننهي طولنا عليهم، هاي لنا 2:30 ما شاء الله. يعطيك ألف عافية، أنا بستنى إذا في أي سؤال. يلا تفضلوا إذا في شيء عشان ننهي. الله أكبر الله أكبر، والرابط يا ست خلود إذا في أي حد عنده مشكلة، إذا يعني عبى وكان عنده مشكلة في الإيميل بفتح له إياه وبرد أسكره، لأنه أنا عاملة تقيد برد واحد. طيب شكله انتهت الأسئلة، شكرا لكم، وشكرا مرة ثانية لست خلود على الفرصة، وشكرا للجميع المدراء، معلمين، معلمات، طالبات، يعني ما شاء الله عنكم وتفاعلكم كان رائع جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.